الأهلي يحقق فوزا مستحقا على زد بنتيجة 1-0، هدف من صناعة موديست وبصمة أسامة أبو علي. كابتن ماهر مبروك، يعني هو كان ممكن المكسب يبقى أكتر من كده مثلا 3-4 أضعاف. مبروك يا أيمن، طبعا مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، جماهير النادي الأهلي النهارده. واحنا قلنا ان احنا بعد افريقيا بيبقى يعني الامور بتتصعب بشكل كبير جدا، خصوصا عودتنا للدوري مره تانية ان احنا اتعادلنا المباراه اللي فاتت مع انبي. بس حتى مسيطر راكب الجيم وواصل وعامل فرص محققه وواصل للجول كتير جدا، والفرقه اللي قدامك تقريبا انت يعني مش عايز اقول شبه مستسلمه، انما انت مستحوذ ومسيطر وبتوصل، ومفيش حاجه بتوصل لمصطفى، ولكن برضو تحس ان يعني الهدف جه بصعوبه. يعني في محاولات يا ايمن، ويمكن احنا حللنا في الشوط الاول، قلنا الست فرص اللي جم او الخمس فرص اللي جم للنادي الاهلي كان فيها نوع من الرعونه، نوع من عدم الاتقان، يعني فيها تسرع من بعض لعيبه النادي الاهلي، وكلنا اجمعنا ان احنا الشوط الثاني الامور هتتغير. يعني من مستر كولر في تغييره من خارج الدكه للبدلاء، وطبعا طول ما انت نتيجه 0-0 والاهداف بتضيع بهذا الشكل، كل التغييرات اللي انت بتستعملها او الورق اللي انت بتستعمله في الشوط الثاني معظمها بيبقى تغييرات هجوميه. أيوة. وده اللي حصل من مستر كولر، ان يمكن نزول وسام واحمد عبد القادر ومجدي قفشه وموديس وكريم، واحنا حتى الكباتن لما كانوا بيتكلموا يمكن حشيش قال عايزين حد صانع العاب زي حشيش الشوط الثاني يقدر يعني ينظم لنا الريتم بتاع اداء لعيبه النادي الاهلي. اتكلمنا على الاستحواذ للنادي الاهلي على فترات، كان التبادل بينه وبين الميس باص اللي بينه وبين زد يمكن على فترات كان الكره بتضيع بسهوله، لكن عايز اقول لك ان استمر النادي الاهلي يا ايمن في الشوط الثاني في الضغط على زد لاجل الهدف اللي احنا كلنا انتظرناه. مظبوط. هو يمكن مع الاسف جالنا في توقيت احنا كمان متورصين في الوقت الضايع. مزبوط. بنقدر نجيب اهداف يعني من جيلنا احنا والاجيال اللي كانت بعدينا. طول ما انت عندك وقت ضايع والراجل بيرفع المراقب الرابع او الحكم الرابع ان في 5 دقائق وقت ضايع، احنا بنطمن وجماهير النادي الاهلي بتطمن ان احنا هنقدر نجيب جول. طبعا هو الهدف يمكن قلشة من مدافع زد، قدر وسام ان هو يسيطر عليها بامتصاص. راح في سكه موديس، كل اللي عمله موديس بس ان هو اسيست حطها له قدامه صلحها له، وخلي بالك وسع له السكه خد الراجل في ظهره ورجع بخطوه لورا. بحس الفرود، انت حاسس بحس الفرود. أيوه. الحاجات دي انت كنت بتعملها كمان يا ايمن، وبعدين وسام كمان ما استناش. مزبوط. قدر ان هو يصوب بشكل كبير جدا، كانت مباخته لعلي لطفي ما يقدرش يعمل لها حاجه. سريعه وارضيه سريعه سكنت شباك طبعا زد. عايز اقول ان كان صعب علينا ان النادي الاهلي يطلع درون، كانت هتبقى يعني قاسيه علينا جدا جدا جدا. مزبوط. لكن الحمد لله ربنا كرمنا من الهدف القاتل وثلاث نقاط مهمين جدا. صحيح. بالنسبه لنا قبل لقاء القمه القادم بين الاهلي والزمالك. كابتن حشيش، زمالك كابتن ماهر، فوز مهم جدا جدا كنا محتاجينه بصراحه في الفتره دي. بص يا ايمن، هو المكسب في حد ذاته ده بيسعدنا وبيسعد الجميع، وثلاثه بونت في المسيره بتاعتك في كل حاجه. انما انا كنت متخيل النهارده، اولا فرقه زد النهارده متواضعه جدا جدا، يعني احنا ضيعنا فرص كتير جدا جدا، في اخطاء كتيره على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. في صربعه، في حاجات يعني بس ممكن الصربعه بتيجي احيانا، حتى كانت ايامنا كده. ان انت الماتشين اللي فاتوا النتائج مش في صالحك قوي، تمام، فانت نازل عايز تحقق مكسب باي طريقه وبسرعه، فبتيجي حته الرعونه شويه، الصعوبه في انك انت تترجم الهجمات لاهداف. اوقات كتيره بيبقى الهدوء هو اللي يجيب لك المكسب. مطلوب. مطلوب الهدوء يجيب لك المكسب، لان انت يعني عمليه السرعه 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 دي بتخلي الميس باص كتير، وخصوصا انا مستغربه لسبب. الميس باص ده يكون لما يكون ايه، انا الفرقه الثانيه بتلعب عليها ضغط، بتلعب عليها ضغط، فانا ما بلحقش مثلا، ما باخدش راحتي في الباص كويس وبتاع، انما ببقى فاضي وميس باص دي اللي يعني صعبه. وبعدين انا شفت برضو يعني بالذات في الثلث الاخير الهجومي،
لازم يكون في ترتيب معين او في حاجه يعني بتتعمل. احس ان في حاجه بتتعمل، احس ان في جبهات من ناحيه اليمين وناحيه الشمال. الكور المرتده مش كل الكوره مثلا ما تيجي عند الراجل بتاع نص الملعب عندنا الناس كلها تجري على قدام، مين بيجري ومين بيقف ومين بيستنى عشان لازم الكلام ده كنت احسه في الملعب. النتيجه طبعا 1-0 زي ما قلنا كويسه، بس لا قدر الله كان ممكن يحصل اي حاجه في اي مرتده. مش عايزين احنا نتكلم عشان الماتشات اللي جايه، يعني مكسب كويس وثلاثه بونت كويسين. وزي ما بقول يعني انا كان نفسي احس برضو من الناس اللي بقى لها فتره بعيده لما تاخد ماتش زي ده وماتش سهل توريني احسن من كده، تبتدي تبذل مجهود اكتر من كده، الحماس لازم يبقى اكتر من كده. زي ما بقول لك الحماس مش معناها ان انا اتسربع اجري، لا، الحماس ان هو ادخل على الكوره صح، العب بضغط على الفرقه الثانيه، ابقى متحمس ان انا اروح اجيب جون، بس في نفس الوقت لازم يبقى فيه هدوء في الثلاث خطوط. مكسب كويس، عندك ماتش الزمالك اللي جاي، في بعض العناصر بانت طبعا كويسه، اللي راجعه من اصابه او راجعه من يعني كانت بعيده عن المباريات. اعتقد ان اهم حاجه في مباراه النهارده اللي انا شفتها هي النتيجه. صحيح. كابتن اسامه مبروك، فوز غالي وحققت الهدف من المباراه. يعني كان اهم حاجه المكسب. الحمد مزبوط. لله كسبنا وخدنا الثلاث نقط. جون جه في توقيت صعب في الدقيقه 88 ونص تقريبا، بس قبليها النادي الاهلي الشوط الاولاني الشوط الثاني مضيع فرص كتيره جدا. كان من اسهل الماتشات ان النادي الاهلي يعمل فيها سكور كبير النهارده، رغم اتفق مع حشيش انه الاداء بعيد شويه، واضح جدا انه في رعونه واستعجال كبير جدا في انهاء الهجمات السهله جدا لكل يعني لكل الخمس ست لعيبه السبعه لعيبه اللي كانوا بيلعبوا في خط الامام. كله كهربا مضيع له كورتين ثلاثه سهلين، رضا سليم مضيع له كورتين ثلاثه، طاهر محمد طاهر، حتى الناس اللي نزلت وسام و لا موديست يمكن ما لحقش كتير، ورغم ذلك برضه في واحده حطها في بطن رجله ضعيفه في ايد الحارس، كانت سهله قوي تتحط برضه بوش رجله. يعني انا اقصد كل الناس عمل اسيست ماشي، كل الناس اللي لعبت من البدايه او نزلت اضاعت فرص سهله كتيره جدا. انت كمكسب انت كان لازم تكسب صح، لانه فرقه زد النهارده بعاد جدا جدا جدا، حط تحتيها مليون خط وانت مسيطر. ما هو انت مسيطر وهم كمان بعاد قوي، ما فيش اي مقاومه لا في الخط الخلفي ولا في نص الملعب، وهجمات ما فيش حاجه راحت تقريبا لمصطفى شوبير، يعني كره تسديده ضعيفه جدا الشوط الاولاني. انت بتوصل سهل من ناحيه اليمين، بتوصل سهل من ناحيه الشمال. انا شايف احسن حاجه اتعملت النهارده من وجهه نظري ان احمد عبد القادر لما نزل ناحيه الشمال الجبهه دي اختلفت كتير قوي، يعني من المرات القليله رغم ان هو ساعات بيزود ساعات بتقطع منه، ولكن عمل حركه كبيره ناحيه الجبهه الشمال. يعني تحس ان بقت فيه حيويه. انا يعني يمكن كنت بنتقد احمد في حاجات معينه، وحتى في الماتش اللي فات لما نزل باسترخاء كده، لا النهارده نازل عايز تحس انه عمل شعل الجبهه الشمال شويه. وايضا الناحيه الثانيه عمر كمال رغم انه النهارده عنده كميه بصبص كتيره شويه، ولكنه حيوي جدا صح، عايز على طول، عمل جبهه ناحيه اليمين، جبنا اكتر من كورنر من الناحيتين. ف يعني في المجمل طبعا النادي الاهلي كان يستحق المكسب وكان لازم الحمد لله يكسب، لكن اللي ما عجبنيش بس النهارده انه كميه التمرير الخاطئ كتير جدا على مدار الشوطين. لكن في النهايه النادي الاهلي فوز مستحق، ولا حول ولا قوه لزد النهارده. صحيح. كابتن بلال مبروك الفوز، فوز مهم وفوز غالي وفوز كنا محتاجينه كمان في الظروف بتاعت الماتشين الاخرانيين، بالذات ماتش البنك الاهلي والماتش اللي فات امام انبي، فوز مهم قبل مباراه الزمالك. أكيد يا كابتن أيمن، فوز مهم جدا جدا جدا،
ثلاث نقاط مهمين جدا. انت بتشيل من عليك حمل يعني في الماتش. طبعا ماتش من الماتشات المؤجله بالنسبه لك، بتدي مسج ورسائل ان الاهلي بينطلق خلاص للامام. تكسب كل مؤجلاتك يبقى انت فارق اربع نقاط عن اقرب منافسين، عن اقرب المنافس يعني بيراميدز. قبل ما نخش في تفاصيل الماتش، شايف ان عمر كمال افضل لعيب في المباراه من وجهه نظري الشخصيه. يعني اداء رائع جدا النهارده، كان مفتاح لعب رائع جدا 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 جدا، مجهود كبير مجهود كبير جدا، كميه الكروسات اللي اتلعبت اللي فيها دقه رائعه جدا جدا. فالنهارده كسبنا ثلاث نقاط وكسبنا لعيب امكانياته وقدرات عاليه جدا جدا في الملعب النهارده، عمر كمال لعيب جيد. ولكن النهارده المباراه من وجهه نظر الشخصيه الوان سايد جيم، هي انت بتلعب فرقه يعني من وجهه نظري يعني انت كان ممكن تسجل 6 7 8 اهداف النهارده وسهلين جدا، خد بالك، وما يدخلش فيك ولا هدف. هو الحمد لله ما دخلش فيك ولا هدف، كان ممكن تسجل 6 7 اهداف. لو كان الدوري بالطريقه دي يبقى المفترض ان الدوري ده كابتن ايمن في المتناول للنادي الاهلي. من وجهه نظر انت بتلعب امبي كان المتصدر المباراه اللي فاتت، ما راحش هجمه على الجول بتاعك، الهجمه حقيقيه يعني، ومع ذلك سجل هدفين من اخطاء دفاعيه ساذجه من وجهه نظر الشخصيه، ما يصحش ان هي تيجي في دفاعات النادي الاهلي. النهارده زيد ترتيبه الخامس او الرابع تقريبا، الخامس تقريبا، وبتلعبه النهارده ما راحش بهجمه على الجول، وتقدر النهارده تسجل فيه 6 7 اهداف مستريحين جدا جدا جدا. فبالتالي الاهلي لو ركز، محتاجين تركيز فقط، تركيز بس، يبقى الدوري ده ان شاء الله في متناول النادي الاهلي باذن الله تعالى. لسه بدري طبعا على الكلام ده، ولسه يعني ماتشات كبيره جدا جدا، لكن عايز اقول لك اذا كان المنافس هو ده تمام، وانت الفروقات كبيره بالشكل ده، لا يبقى انت حرام عليك انك تضيع نقاط سهله، ما تضيعش في اي مباراه. الماتش اللي فات مضيع نقطتين، النهارده لا قدر الله كان ممكن تخرج بنقطه تعادل في مباراه تحسب لزيد في نقطة التعادل، برغم ان انت مضيع 7 8 فرص محققين. والله الماتش اللي فات كنا كده برضه. ما انا بتكلم على الماتش اللي فات والماتش ده، مش ده بس، بقول لك الماتش اللي فات ضيعت نقطتين من مباراة يعني راحوا كورتين على الجول، سجلوا منها هدفين منهم يعني ركنية يعني في الهدف الثاني. ودول فرق المقدمة. ما انا بقول ما انا بتكلم في كده يا كابتن حشيش، يعني بكلمك في كده، عشان كده بقول لك دوري في المتناول. صحيح. انت اعلى بكتير جدا. صحيح. جدا، انت في حتة ثانية مختلفة خالص. صحيح. انت محتاج تركيز. احنا هنرجع تاني نقول يا جماعه، مش كل مره مش هتسجل وهتبقى تيجي في الدقيقه الاخيره وتجيب جول، لا، لازم تركيز في تسجيل الاهداف. النهارده واحده الكهرباء على خط الجول بتطلع بره، يعني من الحاجات الصعبه جدا. صدنا 11 فرصه النهارده كابتن. انا بكلمك في الفرص، خدنا بالاول، بكلمك في الفرص اللي مستحيل مثلا وانت قاعد كده في وانت قاعد كده في البيت بتتفرج على الماتش وبتشرب كوبايه شاي، ضاعت ازاي دي؟ مش حلوه قوي انك حطيتها، لا، انت بتقول ازاي دي ضاعت؟ فرص سهله جدا جدا، بالامكان انك تسجل 7 8 فرص النهارده على زيد. دفاع مفتوح، الباكين الاثنين مفيش تمركزات، اي حد بيعدي من عندنا بيرقص. كمهاجم هداف يعني سابقا، انت كنت هداف كبير يعني، ايه السبب من وجهه نظرك يعني؟ اولا يا كابتن ايمن، خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا في الماتش اللي زي ده. ماتش زي ده يا كابتن ايمن رقم واحد فيه، بعد ما شفت زيد بالشكل ده، وان كل هجماتي اصبحت من على اطراف الملعب، لازم العب باثنين راسين حربه من بدايه الشوط الثاني، قولا واحدا. انا ما ينفعش العب راس حرب، انا كل خطوره الاهلي النهارده الكرات العرضيه. طيب انت سايب كهربا لوحده ليه في قلب ال 18 ليه؟ ومفيش حد تمام يكمل. انت لا بتخترق من العمق، ولا عندك اللعيب اللي بيعمل لك الثرو باس من العمق تمام، ولا انت اصلا بتفكر في الحته اللي في القلب دي نهائي. كل اختراقاتك تمام كلها من الاطراف، ومع ذلك سايب كهربا لوحده في الحته دي. كهربا على اثنين، واحده بيروح، واحده بيتاخر، واحده بتعدي من فوقه، واحده بيحاول عليها. هو الوحيد اللي كان موجود في 18 من وجهه نظر زياده العاديه، كان لابد على كولر انه من بدايه الشوط الثاني يلعب براس حربه ثاني. ده مش عايز اقول لك، من كمان من اول ثلث ساعه، من اول ما شفت خلاص، انا النهارده كمدير فني قاعد بره بتفرج على الجيم، شايف ان انا نقطه القوه اللي عندي على الاطراف، نقطه الضعف اللي عندهم في القلب وعلى الاطراف، فلازم اعمل ايه؟ اغير بقى من السيستم بتاعي، مش هلعب بثلاثه فلات، استحاله، المباراه دي لا تحتاج انك تلعب بثلاثه فلات، لا تحتاج على الاطلاق خالص، العب باثنين في نص ملعب وازود العب راس حربه ثاني، وانا كده بشتغل من على الاطراف، وعندي لعيب رايت باك هايل جدا النهارده، كل ثلاث اربع دقائق بيروح بيعمل واحده،
ازود الكثافه العدديه في ال 18 واحط اثنين راسين حربه اجيب خمس ست جوان مستريحين. تمام. النهارده كهربا باد لك النهارده في ثلاث اربع فرص محققين كان ممكن يسجلهم اهداف. ماشي طالما انا شايف كده يبقى لابد ان انا احط واحد جنب كهربا زي ما عملنا الشوط الثاني. هو الجول جه من مين؟ مين اللي جاب الجول؟ مودست وسام. طب انت النهارده مش عايز تعمل الحته دي ليه من بدري قوي وانت قاري الجيم كده وانت شايف ان كل اختراقاتك في الحته دي كان لابد على مستر كولر من الدقيقه 30 ان انا العب اسحب واحد من الاثنين مش معي باتم فيهم بس خلاص الجيم مش لا يحتمل انك تلعب بثلاث مش لا فرقه ما بتروحش فرقه ما بتروحش على الجول فرقه ما بتروحش على الجول ما بتهاجمكش بتلعب بثلاثه ميدفيلدرز تمام وحاطط واحد بس في الحته اللي قدامه وعمال تعمل كروسات من اول الجيم طب يبقى انا اسحب واحد من الدقيقه 30 من الثلاثه الموجودين واحط راس حربه وانا كده كده بشتغل على اطراف الملعب وانا حاططهم في ال 18 خلاص كده يبقى احتماليه تسجيل الاهداف ما بقولكش ان انت ممكن تسجل ان انت 100% هتسجل لكن بقولك احتماليه تسجيل الاهداف هتبقى اكتر بكتير جدا اضعنا مكسب رهيب النهارده من وجهه نظري لما تيجي تتفرج اللي ما اتفرجش على الماتش يقول لك الاهلي كسب 1-0 بالعافيه صعبه قوي لكن لما تتفرج على الجيم وتشوف تقول النهارده الاهلي اضاع مكسب يعني كان كبير. في المتناول ومكسب كبير جدا ونتيجه كان ممكن ما تحققش طول الدوري العام صح. يعني هو ده هي دي بس عارف انت ايه تسجيل الاهداف يعني ترجمه الفرص ان ازاي تترجم فرصك فتبقى انت طالع بنتيجه رائعه جدا 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 عندك مباراه صعبه جدا المباراه اللي جايه مباراه الزمالك صعبه جدا صعب بعد كده والمباراتين صعبين كل جدا كل الماتشات اللي جايه خلاص انت كل المباريات اللي جايه صعبه يا كابتن احنا مباراه الفرص صح مباراه الفرص النهارده يعني اتمنى نكون اضعنا كل الفرص اللي بتاعت الماتشات اللي جايه كلها اللي عايزين نضيعها اتمنى يبقى سوء التوفيق النهارده في المباراه دي يعني بقى النهارده لكن انت محتاج كل لعيب عوده جيده لوسام مودست اسيست رائع جدا طلبت بين الشوطين انا قلت لازم ينزل كابتن انت خلاص انت قاري الجيم رايح في الحته دي رايح للاثنين سترايكرز رايح للحته دي الجيم من خلاص انا انت شايف كلعيب تمام او كناس قاعدين بنتفرج ان الجيم رايح في الحته دي يا جماعه لازم يبقى اثنين جوه ال 18 تمام مودست وسام كهربا وسام كهربا مودست لازم يبقى اثنين جوه ال 18 عشان ترجمه الاهداف النهارده مش معقول انت بتعمل 50 كروس عرضي بيروح واحد لكهرباء او لراس الحربه الوحيد وخمس وثلاثه اربعه بيروح للسنتر باكس او المدافعين بتوع فرقه زد لكن مباراه انت مقدم مباراه جيده مش وحشه مسيطر طول المباراه حاطط زد في نص ملعبهم حاططهم في ال 18 عملت اداء هجومي جيد جدا اداء دفاعي رائع جدا 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 مفيش ولا فرصه على نادي الاهلي فالنهارده المباراه انا زعلان النتيجه طلعت 1-0 لكن طبعا طبعا مبروك للاهلي طبعا بس عايز اقول حاجه اتفضل يا كابتن يعني ازاي في ماتش زي ده انت طبعا متابع مباريات يعني كل ما تيجي تلعب في فريق بتشوف مبارياته السابقه يعني فازاي النهارده تلعب بثلاثه في نص الملعب ما فيهمش صانع العاب يعني ازاي مع فرقه زي دي ازاي ما تلعبش بصانع العاب في نص الملعب يتحكم في الريتم ويلعب انت فاهم ازاي لان يعني انا عمري ما شفت فرقه ساب الاطراف كده يعني معروف ان النادي الاهلي اقوى حاجه فيه الاطراف بتاعته هو سايب لك الاطراف وفي نفس الوقت حتى العمق المساكين بلال مش قارصين على الناس بتوعنا خالص احيانا براحتهم سواء فوق او تحت احيانا كابتن حشيش مستر كولر بيبقى ليه فلسفه احيانا مع بعض الفرق في الشوط الاول وبيغير الكلام ده كله زي ما حضرتك بتقول كده في الشوط الثاني تمام كويس تمام. فبيبتدي بقى ينزل صانع لعب بينزل قفشه يعني في معظم الحالات بينزل قفشه موجود الوحيد يعني بينزل قفشه بيبقى في مساحات الفرق هو كان متوقع يمكن هو كان متوقع ان الشوط الاول مش هيبقى عندك مساحات ممكن. الفرقه دي هتلعب جيم مقفول ممكن يكون هو حاطط التصور ده ولكن برضو الشوط الثاني هو اجاد في التغييرات تمام ظبطت يعني الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها مثلا بينشتين هو عملها الشوط الثاني ممكن الكابتن بلال بيتكلم على التوقيتات التوقيتات ممكن هو بقى ما بيغيرش من بدايه الشوط الثاني غير نادرا يعني بس كابتن ايمن انت قاري الجيم خلاص انت رايح الجيم رايح الجيم رايح لل 18 ايوه كابتن الجيم رايح للحته من اول دقيقه طبعا واحنا قبل الماتش قلنا الفرقه دي بتلعب جيم مفتوح حتى مع يعني شفناه مع الزمالك مع الاسماعيلي مفيش دفاع يا كابتن ايمن هو بيلعب جيم مفتوح هو بيلعب كورة على امل انه ممكن في وقت يخترق وانه انت النهارده يا بلال عندك هدافين قبل اللقاء ده سبع هدافين من النادي الاهلي في جزء منهم لعب النهارده كان ممكن يبقوا هدافين بصراحه يعني بالفرص اللي ضاعت دي
يعني عايز اقول لك يمكن تاو ما لعبش النهارده لكن موديست مسجل 3 اهداف النهارده كان ممكن يجيب له هدف او هدفين. رضا سليم مسجل 3 اهداف كان ممكن النهارده رضا ضيع في الشوط الاولاني كان ممكن يجيب هدف ويجيب هدفين كان يزود رصيده من 3 يبقى 5. بالنسبه لحسين الشحات مش موجود يعني نتمنى له طبعا الشفاء العاجل بالاصابه. كهربا النهارده مسجل هدفين كان ممكن النهارده يزود الفرص بالظبط يوصل 5 اهداف. وسام يعني لو جاب مسجل هدفين وادي الهدف الثالث كان ممكن برضك يبقى لو موجود من بدايه المباراه يا ايمن ممكن كان يقدر يسجل اهداف اكتر. قلقت يا كابتن كريم فؤاد نفس الوقت بيمتد لحد الاخر احنا احساسنا بلعبه الكوره وانتوا هدافين يعني بلال موجود وانت احساسنا كده ان الاهلي هيجيب جول يعني بالظبط يعني احنا احساسنا واحنا قاعدين ان يعني بعد التغييرات اللي حصلت وبعد برضك وصلنا يعني اول كوره جت لوسام بضربه راس يطلعها علي لطفي يعني اول كوره لمسها بمهاره من المهارات اللي هو بيجيدها كانت ممكن تبقى هدف وبرضك تفتح لنا الجيم من بدري يعني. فكان احساسنا ان احنا ان شاء الله هنجيب جول في اي وقت من اوقات الشوط الثاني بعد الاضافات اللي اضافها مستر كولر في التغييرات اللي عملها في الشوط الثاني. كويس. من وجهه نظرك الفوز تاخر ليه؟ ما احنا زي ما قلنا ان 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 من بدايه احنا اجمعنا كاستوديو تحليلي الكباتن كلها ان كان في نوع من التهور من لعيبه النادي الاهلي عدم التركيز في احراز الاهداف الكثافه العدديه في اوقات كثيره جدا الهجوميه ما كانتش موجوده داخل ال 18 معلش ماشي بس انت وصلت مره واثنين ثلاثه بالظبط حضرتك رصدت 11 فرصه بالظبط يعني وصلت وخلقت فرص وتعددت الخطوره من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال وكان في كروسات كتير من ناحيه عمر كمال ووصلت لجول اكتر مره وهديت الجول اكتر من مره ولكن ما قدرتش تنجح انك تجيب جول غير في اخر اوقات المباراه يعني مع انك عملت كل حاجه تقريبا عايز اقول لك الشوط الاولاني كان فيه اهدار فرص غريبه الشكل ست فرص يعني احنا بدانا في الدقيقه 5 اللي هو الكروس العرض اللي عامله كريم الدبيسي لو عدت كانت هتبقى جول دي كان من بدايه الشوط الاولاني ميز. حتى احنا كمان لقينا ان السوليه الكثافه العدديه كان بيبقى موجود داخل ال 18 ودي من ضمن الحاجات اللي ادتنا الفعاليه بردك على دفاع زد يمكن الكره الثانيه اللي اكيد قوي بقى في الدقيقه 24 يا ايمن عمر كمال هجمه بعد مراوغه اكتر من لاعب لعبها الكهرباء كهرباء قدر قلب الدفاع اللي هي اللي حصلت ان اتردت راحت لكهرباء عملها برجله شب كده واخد بالك غريبه قوي يعني كهرباء رفع رجليه بس خلي بالك جت في ايده غير تقديريه يعني حتى لو كانت جت جول ما كانتش هتحس ضربت في العرض وطلعت جول ممكن جت في رجله وفي ايده ممكن دي برده كانت هجمه من ضمن الهجمات في الدقيقه 27 برده هدف يمكن اكيد انفراد كامل بكهرباء بحارس المرمى من الباص الجميل اللي اتلعب بيني خلف دفاعات الزد من السوليه كهرباء لعبها في الجول اتردت من علي لطفي رد الفعل الجميل بقى من السوليه كمان كملها لكن برضك يمكن كانت فرصه ضاعت لكن عايز اقول لك في محاولات كانت من لعبتنا لكن زي ما بقول لك فيها نوع من عدم التوفيق في نوع من عدم التركيز في حاجات اتعملت بتركيز لكن برضك في توفيق على لطفي قدر انه يصد زي وسام لما نزل ضرب الكره بالراس دي صعبه جدا صعبه جدا انها بتضرب في الارض صح واخد بالك لكن طبعا واضح ان على لطفي مهارته قدر يشيلها بشكل جيد لكن عايز اقول كويس قوي ان احنا نضيع في مباراه زي دي فرص بالكتره دي يهمنا جدا اللقاء اللي جاي لا الفرصه اللي تيجي تبقى عزيزه جدا عشان نقدر نستغلها بشكل جيد صحيح. طيب خليني اكلمك كابتن محمد على اداء خط الدفاع النهارده يعني انا شايف اصل الـ يعني الفرق ما كانش اداء الفرق اللي قدامك متواضع مفيش ضغط حتى مفيش يعني احنا طول المباراه مفيش كوره خطر على النادي الاهلي كوره من بره ال 18 الارض اللي طلعها مصطفى او مسكها مصطفى حتى مسكها يعني ما طلعهاش ما زقهاش لانها ضعيفه يعني غير كده ما حسيتش باي شراسه هجوميه من الفرقه الثانيه فانت ما تقدرش تحكم على يعني عبد المنعم او رامي او كده شفنا عمر كمال
بصراحه يعني عمل الدور الهجومي لان برده ما كانش عنده دور دفاعي قوي، فالتكمله بتاعته كانت يمكن احسن من الديفيس شويه، بيكمل علاب اوفرات خصوصا من الشوط الثاني، ودي اكيد كانت تعليمات. فارق مع الديفيس بعده فتره كبيره عن المباريات 100%، وبعدين برده يعني صغير في السن، عمر يمكن عنده تجارب وخبرات ولعب افريقيا حتى مع فيوتشر وكده، يعني عنده خبرات وكده، ولعب ورجله في الملعب ولعب مع منتخب مصر، يعني عنده خبرات. برضو الدبيس كريم يعني برضو لسه صغير، ما خدش لسه مباريات، فبالنسبه له المباراه طبعا ما اقدرش يعني نحكم عليه قوي، وزي بقول لك ما تقدرش تحكم على اكتر من لعيب لان ما فيش الفرقه الثانيه متواضعه جدا، يعني حتى لا في ضغط في نص الملعب ولا في ضغط من المدافعين على رؤوس الحربه، يعني عزائي الوحيد بس مع الناس اللي قدام في تضييع الفرص، ان زي ما قلت ان كل واحد لازم يتشبث بالفرصه ويثبت نفسه، ممكن كان في نوع برضه بعض الاوقات نوع من الانانيه، عايز هو اللي يفنش الهجمه، عايز يخش جوه دايما، ومثلا طاهر عايز يشوط، مش عارف مين برضه عايز يشوط من بره، يعني احيانا بتبقى موجوده الحاجات دي طبعا. طبعا يعني بيبقى الواحد برضه عايز، لان برضه لما بتلعب ماتش كويس وبتجري وبتختمها بهدف صح بيعلم مع الناس اكتر، الاهداف هي اللي بتظهر طبعا مستوى اللعيبه. انما في المجمل زي ما انا قلت ان طبعا مباراه ثلاث نقاط مهمه جدا في هذه الفتره من تلاحق المباريات ومن خساره النقاط خلال الفتره اللي فاتت، فده يعني ثلاثه بونت كويسين جدا، وتجربه بعض اللعيبه اللي كان طبعا مستر كولر يعني غصب عنه نتيجه الاصابات والكلام ده، فجت لهم فرص ان هم ينزلوا النهارده المباراه. اعتقد طبعا مباراه الزمالك يعني بقول للجمهور طبعا هيبقى لها ترتيب تاني خالص، هنتكلم فيها بعد شويه ان شاء الله باذن الله. طب يا كابتن اسامه شفت الماتش ازاي بقى؟ بص بدي لك حقك اهو، شفت الماتش ازاي؟ اه كل ده بعد كده شفنا الماتش ازاي. انت عايز تتكلم، انا وقفت الكابتن ماهر قلت له كفايه نقطتين يا كابتن، انا قلت لك انا لخصت لك الماتش في جملتين، ومن الشوط الاولاني واستمر على الشوط الثاني، سيطره وخطوره كبيره من النادي الاهلي وفرص ضايعه بغرابه مع تمرير خاطئ كتير جدا. دي النقاط السلبيه اللي انت رصدتها. انا قلت لك فرص كتيره وسيطره من النادي الاهلي واخطاء. هو الماتش ماشي من اول الماتش، من اول ما ابتدى يعني بعد 10 دقايق من الشوط الاولاني، عشان هو دي الفتره اللي شويه زد كان مسيطر فيها. الاهلي مسيطر على الماتش، بيوصل كتير جدا للجون، بنضيع فرص سهله جدا سواء من الطرف الشمال طرف اليمين، بس في اخطاء في التمرير غير عاديه في نص الملعب في الاطراف، الكره ما بتكملش، قعدنا فتره احنا بنديهم الكره وهم بيدونا الكره، احنا بنديهم الكره وهم بيدونا. الشوط الثاني السيطره اتحسنت شويه يعني، او التمرير والتمرير كمان اتحسن، التمرير اتحسن شويه، ولكن برضو كان في اخطاء في التمرير كتير. الـ انا قلت لك احمد عبد القادر من وجهه نظري هو اللي عمل حركه ونقل الفرقه ناحيه الشمال، كانت الجبهه دي كانت شوط الاولاني مع احترامي طاهر كان كل معظم الكرات بتاعته ما بتكملش، يا اما يجي رقص مقطوعه الشوط الاول يجي يعمل عرضيه وحشه، يا اما كان في صربعه من طاهر. احمد عبد القادر رغم زي ما قلنا انه في اوقات كتيره بنلومه في حاجات كتيره انه مش لكن عمل بيقف ويروح وجريء، لا عمل يعني تحس الجبهه بقت فيها اشتغلت كويس. يعني بقت فيها سحبنا الدبيس يعني كبدايه بقى يعني بقى له فتره طويله ما بيلعبش، كتر خيره برضه عمل كورتين ثلاثه عرضين خطر، بس انت كنت متوقع بالماتش وقلت لي ان الجبهات هتشتغل، وكابتن مار برضه نفس الكلام، كنت متوقع ان طاهر وكريم الدبيس يكون ادائهم الهجومي وخصوصا من بدايه المباراه افضل من كده. ده حقيقه، ده حقيقه، وكنت فاكر ان احيانا رضا هيروح ناحيه الشمال، بس معظم الوقت كان طاهر هو اللي ناحيه الشمال. عمر النهارده في تمرير منه خطا كتير في ال حتى احنا قلنا عمر مش مركز بس في الشوط الاول بالذات، انا لسه هكمل لك. بس الشوط الثاني نقل الجبهه اليمين قوي في الناحيه الهجوميه، يعني كرات عرضيه بقت خطر، جاب اكتر من كره ركنيه، عمل نشاط كبير ناحيه الجنب اليمين في الجناح، يعني هو بيكمل هو وسواء رضا
اللي انا برضو بقول النهارده رضا مش في احسن حالاته. يعني رضا احسن من كده بكتير، متوقعين منه احسن من كده. هو رضا احسن من كده بكتير بالزبط. واحنا شفناه سواء في الطرف الشمال او الطرف اليمين. عارف عمر النهارده كتير ليه يا اسامه؟ عشان تواجد صانع العاب. قفشه يعني قفشه ابتدى يقف على الكره في نص الملعب ويبتدي شمال ويمين. الشوط الاولاني كان غالبيه الكره طويله من المدافعين. لا بس ممكن في حاجه كمان يا كابتن، لما بيكون قدامك، انا بتكلم على كريم الدبيس مثلا، لما بيكون قدامك جناح وملتزم بنسبه كبيره بالخط احيانا بيعطلك عن اداء الواجب الهجوم. طبعا احيانا، بس هي ما كانتش ده السبب. بس هو كريم برضو خلي بالك بقى له فتره بعيد طويله قوي ما بيلعبش، فبرضو تحس ان يعني رجله مش قوي في الملعب. لكن عمل اكتر من كره عرضيه برضو خطر، الكره اللي الكابتن ماهر اتكلم فيها في اول ست دقايق عملها وعدت من كهربا، كهربا عايز يوقفها راحت للسوليه شاطها، بس شاطها ضعيف في ايد علي لطفي، وعمل بعديها كورتين ثلاثه. بس يعني كنا منتظرين اكتر من كده. بس انا بقول هو لو خد يعني لو علي معلول مش موجود وهو ابتدى يلعب اكتر ماتش، لانه الفتره اللي لعب فيها ماتشين ثلاثه ورا بعض كان ابتدى مظبوط يزيد، فدي برده ممكن تكون سبب. لكن الجبهتين اشتغلوا كويس الشوط الثاني زي ما قلت لك بطلوع عمر كمال كتير ناحيه الجناح اليمين والعرضيات بتاعته، وايضا نشاط احمد عبد القادر لما نزل. نص الملعب النهارده بامانه ما كانوش عاجبني قوي من البدايه، يعني مروان عطيه وكوكا والسوليه. اني شايف ان ده كتير زي ما قال الكابتن حشيش. كتير ازاي؟ يعني انك تلعب ثلاثه فلات في نص الملعب من البدايه وانت قريت الجيم، يعني ما كانش المفروض انك تلعب بالثلاثه، كان ممكن واحد يطلع وينزل مثلا قفشه وينزل واحد في الخط الامامي. الماتش مستحمل انك تعمل اي حاجه. اذا كان احنا بنقول احنا انه واحنا كده الشوط الاولاني النادي الاهلي فيه ليه على الاقل ست فرص او سبع فرص كان ممكن يجيب منهم اهداف، وعمرو سوليه دخل في جوه ال 18 اكتر من مره وكان هيجيب جونين ولا حاجه. هي مش الفكره في كده، هما الحاله النهارده ما كانتش حلوه. يعني مروان ما كانش في احسن حالاته، حتى اصابته طبعا دي 66 وطلع. نتمنى ان شاء الله باذن الله، نتمنى ان شاء الله يكون كويس لانه عنصر مهم جدا في نص الملعب. طبعا كوكا برده ما كانش في افضل حالاته، في افضل حالاته من حيث النشاط والحيويه والتمرير وكده، يمكن برده يعني حسن شويه لما في التكمله كمان. يعني كان مروان وكوكا واقفين بينين ان هم السوليه اللي بيكمل، بس السوليه كان بيكمل شويه بس بيكمل بس ببطء على استحياء شويه. فانت يعني كنت بتعتمد على ما خلاص ما فيش زياده عدديه، انت بتعتمد بقى على الطويل بس حشيش برضو انت وتشوف الشوط الاولاني. انت لو حسبت الفرص اللي وصلت لنا الشوط الاولاني برغم ده ولا الثاني، لا الشوط الاولاني الفرص اكتر واسر يعني والله شوطين يا كابتن اسامه. لا بس الشوط الاولاني اكتر فرصنا، الشوط الاولاني اكتر واسر فرص. لا اكتر بكتير، ست فرص الشوط الاولاني وخمسه الشوط الثاني. بس الشوط الاولاني كانت اكتر واخطر واسرع. ايوه يعني الشوط الاولاني اخطر يعني الكره اللي جت طبعا مودست عملها كويس قوي انه سند وبعدين حجب. ايوه بالظبط، حجب المدافع بذكاء، لان من الخبره في الكره انك يعني عملت الحجبه دي من غير ما يبقى تبقى فاول. مظبوط، وسهل مأموريه زميلك. يعني دي انت لو حسبتها كفرصه هتلاقيها دي مثلا اقل فرصه يعني. ايوه مظبوط، ما انت جالك فرص جوه سته والجون فاضي ما جاتش. الماتش ده من كتر سهولته بالنسبه للفرقتين ما تلاقيش كان فيه مواقف تحكيميه التحامات مع بعض. لا 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 مش خالص، كله بيلعب براحته. ايوه امور سهله، يعني ضغط خالص امور سهله. ما انت قلت كلام كتير اهو يا كابتن مساء. يعني بقى كل شويه بكرر، كل شويه بكرر. طيب نروح نشوف لقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. كل مكان معانا عقب اللقاء كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. الف مبروك الفوز النهارده، يمكن التوفيق غاب ولكن الحمد لله يعني الفوز اتحقق النهارده، ويمكن سوء توفيق وضغط مباريات واجهاد بان كل ده على اللعيبه، لكن الحمد لله توفيق ربنا كان معانا في الاخر وقدرنا نحرز هدف
وبالحصول على ثلاث نقاط. الحمد لله طبعا، تحياتي طبعا للكابتن ايمن وكل سنه وانت طيب وضيوفه، وعيد سعيد عليك ورب على جميع المسلمين. زي ما انت قلت مباراه صعبه جدا، خصوصا بعد المباراه اللي فاتت والاخفاق المباراتين اللي فاتت، البنك الاهلي والماتش اللي فات، فاعتقد الحمد لله كانت مهمه جدا ان انت ترجع الثقه تاني، ترجع الثقه تاني لعيبتك وجمهورك، خصوصا برده قبل مباراه كبيره زي مباراه نادي الزمالك، وعندنا برده قبل نهائي مع مازيمبي، فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه لينا، وان شاء الله نركز في اللي جاي ان شاء الله. تغييرات النهارده شايفها ازاي وتطوير الاداء ومساهمتها في، يعني كان التغييرين هم سبب في الجون، مودست وسام ابو علي مع بعض جابوا الجون، وكمان اصابه مروان عطيه النهارده عملتوا معاه ازاي؟ طبعا اصابه مروان طبعا بالنسبه لنا طبعا خساره كبيره طبعا، مروان من الركائز المهمه جدا في الفرقه يعني، لكن الحمد لله النتيجه الايجابيه اللي انت قلت النهارده رجوع وسام للتهديف ده حاجه كويسه جدا، وتغييرات الحمد لله كان فيها توفيق من عند ربنا، انت دايما بتسعى بتعمل عليك، وفي الاخر هو التوفيق بتاع ربنا. في الاخر بقول واكد برضو لبطوله كبيره بالنسبه لنا، خطوه تقربنا طبعا نحو البطوله المحببه لينا ولجمهورنا، كان عندنا ماتشات مؤجله كتير اثرت علينا، زي ما انت قلت ضغط المباراه اثر علينا النهارده، بشوف النهارده في لعيبه بدنيا مش احسن حاجه، بتحاول تعمل روتيشن، لكن الاصابات عندنا اصابات مش قليله النهارده، حتى مروان بنخسر مروان برضو حاجه مش هتبقى سهله علينا، النهارده مش موجود من اول بقى من البدايه بقى من الشناوي، مش موجود بيرسيتاي، مش موجود علي معلوم، مش موجود ديانج، مش موجود نيدفيد، لعيبه كتيره جدا مش موجوده، فاعتقد النهارده اللي انت تعمل ده وتعتقد الحمد لله حاجه ايجابيه، وان شاء الله نبني عليها اللي جاي باذن الله. مساء كابتن وسام، يعني ثلاث ايام بس قبل ماتش الزمالك في ظل الاجهاد ده تتعاملوا فيها ازاي؟ ما ده قدر بالنسبه لنا وبنتعامل عليه على طول يعني، وعندنا تمرين بكره ونبدا الاستشفاء، ونبدا اللعيبه بقى المصابه اللي هي بعيد عننا نشوف حالتها ايه، هتقدر تخش معانا ولا لا، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. كابتن مدفين دايما باذن الله. كابتن ايمن اتلقى اللقاء مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك الفوز لحضرتك والضيوف ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، تواصل معاك مره ثانيه ومزيد من اللقاءات باذن الله رب العالمين. نرجع مره ثانيه للزميل العزيز محمد توفيق، وهنشوف بقى صاحب الهدف وسام ابو علي قال ايه النهارده بعد المباراه. مستمرين معاك كابتن ايمن وتغطيتنا مباراه الاهلي وزد وفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ومعنا نجم المباراه النهارده وسام ابو علي. يعني وسام في البدايه كل سنه وانت طيب، عيد مبارك عليك وعلى كل الشعب الفلسطيني، والنهارده اجمل هديه واجمل عيديه لجمهور النادي الاهلي الفوز والهدف النهارده. كل سنه وانتم طيبين لكم ولاهليكم، وان شاء الله عيد سعيد وفرصه سعيده مع اهليكم اللي بتحبوهن قوي. ده هديه يعني كويسه صراحه لالي ولاهلي ولجمهور الاهلي ولكل المسلمين صراحه. بس اليوم جول مهم قوي لإلي، طبعا راجع من تاني اصابه فتره قصيره، ف الماتش اللي دخلناه ضوعت فرصه شوي كبيره، فاليوم كان مهم، اهم شيء طبعا ثلاث نقط، بس الله سبحانه وتعالى كرمني بجول كويس، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، ومبسوطين. ثلاث نقط اهم حاجه، احنا كلمنا اهم حاجه اليوم، مش ضروري نلعب كويس بس لازم ثلاث نقط والحمد لله. مستر كولر ونزولك في وقت صعب وعوده من الاصابه قال لك ايه وابرز التعليمات اللي قالها، خاصه انك بعد الجون كمان بدات تنزل وسط الملعب وتدافع مع زملائك؟ لا انا من اول ما انزل بدافع مع رفقاتي مع كل الفريق، ده مني، ده بدمي انه ادافع واضغط للفريق، ده طول حياتي بعمله، وبتشوفنيش بملعب كوره ما بضغطش، بس هو اللي انزل اضغط، اجري ورا الدفاع، العب لعبك، خش على ال 18، جيب جوال. انا كنت راح اجيب جول باول لمسه بدماغي، بس سبحان الله صدى الحارس صدها جميله. ف بص ده كل حاجه مش مهم، الحمد لله جبنا ثلاث نقط، وكل شيء ثاني ما بفكرش فيه، انا مبسوط كثير لإلي ولرفقاتي ولنادي والجمهور كله، وده هديه عيد كويسه. العيد في مصر بقى شكله ايه، وخاصة انا عارف ان هنا في قرايب ليك عمتك واولاد عمتك هنا موجودين معاك في مصر، العيد في مصر شكله ايه بقى وخاصة داخل النادي الاهلي؟ والله احنا عندنا ماتشات كل ثالث يوم دلوقتي، فما لحقتش اشوف عمتي اصلا، رحت على الجامعة اول مرة ببلد مسلم هيك في العيد، ويعني منظر ما شاء الله ما شاء الله، يعني الواحد بحياته ما بنساه، وغير هيك يعني هلا ان شاء الله بكره اروح اشوف عمتي واولاد عمتي، وقاعد مع صاحبي هون، طلعنا اكلنا شوي مع بعض وجبنا هديات لبعض، ف بس ناقص اهلي هالايام هدول، ناقصين اهلي، ده هي. اخيرا مباراه الديربي، يمكن الاصابه حرمتك من الاهلي والزمالك في بطوله الكاس، النهارده في الدوري ان شاء الله المباراه الجايه مع الزمالك، شايف المباراه دي ازاي وهتعدلها ازاي؟ يعني خاصه انك عارف ده الديربي المحبب لجماهير الكره المصريه. هالمره ما راح اكلم قوي قبل الماتش الزمالك، اخر مره اتصوبت قبليه،
فان شاء الله نكسب الماتش ده اهم حاجه، وكل شيء تاني ما عنديش اكلمه. الدربي طبعا هو، بس كل الماتشات جامده وصعبه دلوقتي، فاهم شيء نكسب 3 نقط ضد الزمالك او ضد اي فريق، مش مشكله معايا 3 نقط كل مره ده اهم حاجه. اخيرا بقى كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي فرحتهم كلهم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوط كتير اني جيت على النادي الاهلي، ومبسوط منكم الكم، وان شاء الله يكون عيد سعيد وفرصه سعيده مع اهليكم، وان شاء الله نشوفكم كلكم يوم الاثنين ل3 نقط للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا وسام، دايما موافق باذنك. السلام عليكم. كابتن ايمن دخل لقانا مع وسام ابو علي نجم النادي الاهلي، فيش يعني ما فيش اكمل من الفرحه واحلى من الجون واحلى من فرح جمهور النادي الاهلي بعد احراز الهدف في اللحظات الاخيره. يا رب دايما النادي الاهلي في فوز وانتصارات، ويا رب دايما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. خليني بقى قبل ما كابتن بلال على اداء المهاجمين النهارده. احنا شفنا وسام لما نزل ابتدى يعمل الخطوره جوه ال 18 زي ما قال الكابتن ماهر، عمل الكرة بدماغه كويس قوي، شالها على يوسف كويس جدا. الكرة الثانية حطها كويس جدا من تريحة مودست. حاسس ان الجول قرب، يعني بوجود مودست جنب وسام ابو عيا، وزي ما انت قلت قبل كده راسين حربة، تحس ان انت قربت تكسب الماتش. يمكن كان في قلق في الاول شوية، ولكن مع تواجد راسين حربة ابتدت العملية تحسسك ان لا انت قربت تكسب، حتى لو انت داخل في اوقات صعبه جدا من المباراه، انما احنا كنا حاسين ان الاهلي هيجيب جول في اي وقت. لا هقول لك على حاجه ثانيه يا كابتن ايمن. الشوط الاول كره اتلعبت للكهرباء اللي هي عملها عمر كمال عبد الواحد. دي ملعوبه للعيب بعين، تمام؟ انا بكلمك على طريقه انت بتهاجم بيها. كويس. الشوط الثاني خد بالك انت بترفع كروس او عمر بيعمل الكروس، واحده راحت لمودست، تمام؟ عشان انت موجود باثنين وثلاثه في ال 18. مظبوط، كان في تواجد. واحده راحت لوسام على البعيده عشان انت موجود باثنين، يعني انت النهارده بتلعب على البعيده في العيد، بتلعب على القريبه في العيد، بتلعب في القلب برضو، واحده راحت لوسام برضو في القلب في لعيب. فانت النهارده يعني وجود قصدك الطريقه بتفرق. بالظبط، طريقه اللعب بتفرق طبعا. طريقه اللعب بتفرق، عدد اللعيبه اللي موجودين في ال 18 بتفرق بشكل كبير جدا جدا جدا. انت النهارده ما انت ممكن اعمل 10 كروسات وانا عندي لعيب واحد في ال 18، فكل كوره يعني اتفرج على الشوط الاول. انت ما رحتش الشوط الاول؟ لا رحت طبعا الشوط الاول، رحت كتير جدا، ولكن كل الكروسات احتماليه ان هي تجيلك انت 20%، عشان انت بتتكلم 100 في 3 على 1. انما الشوط الثاني احتماليه ان هي تجيلك 50% 50%. خد بالك، وكل الكرات العرضيه بيبقى للمهاجم السبق الاول. ليه؟ لان المهاجم هو اللي خد بالك هو اللي بياخد المدافع بيلعب على حاجتين، بيلعب على ان هو يمسك المهاجم، والتاني بيبص على الكوره، لكن المهاجم بيلعب على الكوره بس. يعني النهارده الكوره بتترفع خلاص، انا كمهاجم او الفكر بالنسبه لي رقم واحد ان انا هسبق، فاهم؟ فبلعب على اتجاه الكوره فقط لا غير، لكن المدافع بيلعب على الكوره وبيلعب على المهاجم، فبيكون حركته ابطا شويه من المهاجم. عشان كده معظم الكروسات اللي اتلعبت الشوط الثاني معظمها راحت للمهاجمين بتوع النادي الاهلي. طب في حاجات، في 3-4 كرات طبعا يعني باد لك، يعني وسام لعب واحده حلوه، مودست كان لازم يلعبها بوش رجله مش ببطن رجله الثانيه، في واحده ثانيه لو وسام لعبها يعني بقفاه يعني مش بوشه، كان المفروض يطلع بوشه يعني، طلع بظهره، كان ممكن يلعبها افضل من كده بكتير جدا. في واحده راحت لعبد المنعم لعبها من جنب العارضه. فانت عندك علشان خاطر ان انت ابتديت تلعب بشكل مختلف وبتنظيم مختلف وباداء مختلف وبتكتيك مختلف، فقدرت توصل للجول، واحنا قاعدين من بره منتظرين الاهلي النادي الاهلي هيسجل امتى. هيسجل امتى؟ خلاص انت احكمت سيطرتك على منطقه الجزاء بعدد اللعيبه اللي موجودين بالكثافه العدديه، وانت اوريدي اصلا شغال كويس من اول الماتش في الكرات العرضيه. وجود كمان راسين حربه، وجود لعيبه بتعرف تسجل اهداف الشوط الثاني، ده يعني اداك ايجابيه اكتر على المرمى كابتن ايمن. يعني النهارده لما بلعب براس حربه واحد وثلاثه ميد فيلدرز، تمام، غير لما بلعب باثنين راسين حربه، واحد بلاي ميكر واثنين او واحد مدافع، الموضوع مختلف. بس تمام، بس مش في كل الماتشات تقدر تعمل كده. لا مش في كل الاوقات. ايوه بالظبط، ده رقم واحد. بالظبط، ومش في كل الماتشات ده رقم اثنين. مظبوط. ما هو خد بالك على حسب انا الطريقه اللي بهاجم بيها. ما انا ممكن يبقى فرقتين الاثنين الباكين قافلين الجيم بشكل رائع جدا، فانت مش قادر تلعب من على الاطراف، فبالتالي هيبقى الحل بالنسبه لك انك تخترق من العمق. يبقى لازم سكند سترايكر او شادو سترايكر على بلاي واحد بلاي ميكر، تغير من طريقه اللعب، وانت بتبقى قاري خلاص الجيم. انا اولا انت بتقرب للجيم، بتقرب الفرقه.
طيب افرض هو غير، ما هو طبيعي ان هو بيلعب النادي الاهلي فاكيد هيغير من طريقه اللعب بتاعته، فانت اكيد انت كمدير فني من اول 20 دقيقه خلاص او من اول ثلث ربع ساعه بتقرا المدير الفرقه اللي قدامك دي المشكله عندهم في الحته الدفاعيه فين؟ هل في القلب؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم بالزبط. فيه، احنا النهارده من اول خمس دقائق قاريين ان كمال بيروح، تمام، طاهر بيروح، رضا سليم بيروح، ومفيش كثافه عدديه في ال 18، مفيش كثافه عدديه في ال 18. المشكله ايمن، سوري يا بلال، يعني على الحته دي بس صغيره، ان الفرقه الثانيه سهلت عليك كمان انه مثلا حس يعني في وسط الضغط بتاع النادي الاهلي والتضييع ما جاش بقى درسهم على ال 18 وقفل نص ملعبه وقفل الجناب وقفل ما عملش حاجه خالص، هو طريقه واحده طول المباراه فاتح كمان الخطوط، هما ما بيلعبوش بطريقه دفاعيه يعني ما هو انا برضه هو بيدافع، خد بالك على فكره هو بيدافع بس مش عارف، هي دي الفكره، هو هو عامل ستريتش، لا ده هو بالعكس ده قافل، ده بيلعب من ال 18 نص ملعب بس هو مش عارف يدافع، التمركزات مش موجوده، هو مش متعود ان الفرق بتضغطه، هو متعود ان الجيم مفتوح ومتهلل وبيلعب من 18 ل 18، هو عنده 2 3 بيعرفوا يلعبوا كره في نص ملعب فيقدروا يعملوا له يبنوا الهجمات بشكل صح. كويس صحيح. لكن هو مش متعود في اغلبيه المباريات ان الفرق بتضغطه، فعنده مشكله رهيبه جدا في التمركز، وعنده مشكله في لما بتضغط عليه، وعنده مشكله على اطراف الملعب لما بتروح واحد ضد واحد، وعنده مشكله في السرعات، انت اللعيبه بتاعتك اسرع من اللعيبه بتاعته، عنده مشاكل دفاعيه رهيبه جدا 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 للاسف ما قدرتش انت تستغلها. انا في نقطة بس يا كابتن أيمن حابب ان انا اقولها، ودي نقطة مهمة جدا يا كابتن أيمن، معلش، في التاكتيك بتاع النادي الأهلي المباراة اللي فاتت والمباراة دي. المباراة اللي فاتت بعد ما سجلت الهدف الثاني كان عندك 5 6 7 8 دقايق فقدت الاستحواذ بشكل رهيب، صح. المباراة النهاردة فقدت الاستحواذ بشكل رهيب، طب ما انت على فكرة دي مش من عادات وتقاليد الأهلي في الكرة في المباريات، انت العادات والتقاليد بتاعتك لما بتسجل بتبتدي انت تنتشر في الملعب بشكل كويس، تبتدي تمتلك الكره وتستحوذ بشكل كويس، الكره ما بتتضاعش منك، لكن مزبوط. النهارده والمباراه اللي فاتت لازم يعني لازم بس مستر كولر يركز في الحته دي جدا جدا جدا، هو نوه الماتش اللي فات على النقطه دي على فكره جدا، لان النهارده الكره المباراه اللي فاتت كورتين اتقطعوا منك تمام، ابتدوا هم ينقلوا وصلوا ضربه ركنيه سجلوا منها هدف، النهارده في واحده راحت اتلعبت بالدماغ كان ممكن برضو تيجي هدف شوي. فلا بد ان انت بعد ما تسجل الاهداف ما تلعبش ما ترجعش تلعب بطريقه لعب الفرق اللي هي ايه انا جبت جول فابتدي ادافع، لا، انت النادي الاهلي انت عندك مرارا وتكرارا اهداف سجلتها بالطريقه دي، لما الفرق بتسجل وبتديك الفرصه انت بتضغط وبتسجل اهداف صحيح. فاتمنى بعد كده المباريات ان شاء الله اننا لما نسجل اهداف ما نتراجعش ونبتدي احنا نمتلك ونستحوذ بعد. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مره ثانيه ولقاء مع كريم الدبيس لاعب النادي الاهلي. من جديد كابتن ايمن معاك، عقب فوز النادي الاهلي على زد بهدف مقابل لا شيء، معنا واحد من نجوم المباراه النهارده والموجودين كريم الدبيس، يعني كريم الف مبروك الفوز في البدايه، وثقه غاليه من مستر مارسيل كولر النهارده بيدفع فيك مباراه مهمه في توقيت صعب جدا، ولكن كالعاده دايما كنت عند الموعد وعند حظ ظن جماهير النادي الاهلي وعملت مباراه كبيره جدا. طبعا الحمد لله على المكسب، و ببارك للعيبه وبارك للجهاز وبارك للجمهور طبعا، وماتش صعب مفيش ماتش سهل هيجي لك طبعا، بنلعب لاخر دقيقه بروح الفالنا بنعمل كل اللي عندنا عشان نقدر نكسب ونطلع بالثلاثه بونت، ودي اهم حاجه عندنا في الماتش ان احنا نكسب وناخد الثلاثه بونت، ده اهم حاجه. ابرز تعليمات مستر مارسيل كولر النهارده في مباراه صعبه وقال لك ايه قبل المباراه وبين الشوطين؟ لا طبعا هو بيتكلم معايا دايما ان العب بشخصيه كريم، هو عارفني كويس وطبعا بشكره على ثقته دي، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. ضغط مباريات كل تقريبا 48 ساعه مباراه، داخلين كمان على مباراه الزمالك، شايف الفتره دي ازاي وتساعدولها ازاي، ومباراه الزمالك هتعدلها ازاي ان شاء الله؟ لا طبعا الماتش الجاي ماتش قمه، اللعبة كلها بتحترم الفرق اللي قدامنا سواء اي فرقه في الدوري، بنبقى نازلين مش عايزين غير المكسب بس، وده بيبقى هدفنا. طبعا ضغط المباريات لعيبه النادي الاهلي متعوده على كده دايما، وطول السنين احنا متعودين على كده ان احنا بنلعب كل يومين كل ثلاث ايام ماتش، دايما بنبقى جاهزين، بنعمل الاستشفاء بتاعنا، بنعمل كل حاجه بتاعتنا، بنجهز للماتش بشكل كويس عشان نقدر نكون في الملعب قادرين وكويسين. جمهور النادي الاهلي النهارده اللي استقبلك واحسن استقبالك تقول لهم ايه النهارده بعد المباراه؟ لا طبعا بشكرهم وبقول لهم مبروك، ودايما مستنيينكم تبقوا معانا وداعم لينا، وبتمنى الجمهور بالكامل يحضر لان ده هيبقى دافع لينا وهيدينا باور لقدام، وان شاء الله الماتشات الجايه مكسب كلنا. شكرا كريم، وده الموفق باذن الله. كابتن ايمن، ديك لقاءاتنا بعد مباراه الاهلي وزد، الف مبروك الفوز لحضرتك لضيوفك الكرام لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، واعتقد انها عاديه اكثر من رائعه وتحقيق 3 نقاط غاليه جدا قبل مباراه القمه. كلمه الكابتن ايمن اتفضل.
شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. وبيشرفنا دلوقتي الزميل العزيز محمد الباز للتحليل بقى الارقام بتاعت ماتش النهارده، والارقام كلها هتلاقيها طبعا في صالح النادي الاهلي. منورنا يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن، وكل سنه وحضراتكم بخير. الارقام كلها للنادي الاهلي، نفس المباراه السابقه انبي كانت كل الارقام للنادي الاهلي رغم الخساره، رغم التعادل طبعا، خساره نقطتين مهمين. المره دي مكسب اهو الحمد لله. المره دي مكسب الحمد لله، رقم ايجابي زياده اكيد. وصلنا للهدف 23، ثالث اقوى خط هجوم في 10 مباريات مقارنه بالفرق الاخرى، سيراميكا مثلا 16 مباراه، احنا الافضل او 17. احنا الافضل طبعا من الناحيه التهديفيه والمعدلات التهديفيه والناحيه الهجوميه. بس النهارده عايزين نقول حاجه كابتن ايمن، قبل المباراه كنا بنقول زد فريق زد ملك التعادلات، يعني من اكتر نسب تعادلات عنده 9 تعادلات، وحتى الخسارتين في اخر 7 مباريات عنده كان تعادل حتى الدقيقه 90 صح، وخسر في بلس 90. يعني فريق بيتماسك رغم ان هم عندهم سوء في التمركز، في سوء في الرقابه في الناحيه الدفاعيه، في خط الدفاع في مساحات، في خط الظهر خلف الاظهره، ولكن ومع كل ذلك بيقدر ان هو يمسك المباراه 90 دقيقه تعادل، ولو خسر بيخسر في البلاس 90، وده اللي حصل تقريبا معانا النهارده. عايزين نتكلم على ارقام المباراه بقى ونشوف الاستحواذ والفرص والتسديدات وكل التفوق للنادي الاهلي النهارده. يعني 1-0 استحواذ اجمالي المباراه 60% مقابل 40%. عايز اقول لحضرتك الاستحواذ في الشوط الاول فقط للنادي الاهلي وصلنا ل 62% مقابل 38%. التسديدات طبعا الاخطاء 10 ضد الاهلي، 8 ضد زد، الركنيات 8 للنادي الاهلي مقابل 3 لفريق زد، تسلل مرتين اهلي وزد مره واحده ما كانش بيوصل هناك اصلا عشان يقع في تسلل. المحاولات والتسديدات 23 تسديده للنادي الاهلي منهم 7 اون تارجت. 23 عايز اقول لحضرتك ان في كان في 10 تسديدات في الشوط الاول للنادي الاهلي 3 اون تارجت، ال 13 كانوا في الشوط الثاني. المحاولات او التسديدات للنادي زد كان 5 فقط في اجمالي المباراه، واحده بقى فقط اون تارجت على الثلاث خشبات. الفرص بقى هنا يعني حضراتكم رصدتوا 11 12 فرصه خطيره، هنا اجمالي الفرص للنادي الاهلي 18 فرصه، منهم طبعا 10 و11 زي ما كابتن ماهر قال خطيره جدا، كان ممكن ان هي تتلعب بشكل افضل ونحرز اهداف مقابل 5 فرص بشكل عام. ولكن هنا بقى الاكس جي بيوضح لنا خطوره الفرص دي. يعني نتخيل ان الاكس جي النهارده من اجمالي الفرص والتسديدات وكواليتي الفرص قد نصل لاربع اهداف، 4 اهداف مش هدف واحد. بالنسبه الناحيه الثانيه الزد ما فيش، يعني مش محصلين مش محصلين هدف، ده الاكس جي الهدف المتوقع النهارده من يعني بيزد على طبعا كميه الفرص والتسديدات وكل هذه الارقام. يعني التمريرات الصحيحه النهارده الاهلي عمل 439 تمريره صحيحه بنسبه 81%، ده بيعكس شويه اللي كان بيقوله كابتن اسامه عرابي ان كان في حضراتكم قلتوا في ميس باص كتير جدا، الدقه يعني مش متعودين ان الاهلي ينزل ل 81%، كان بيصل ل 87%. مزبوط. وده يعني بيظهر الارقام النهارده بتظهر ده بشكل كبير. الناحيه الثانيه عند زد 260 تمريره صحيحه، يعني هي اوت اوف 300 وحاجه تقريبا 360، يعني نسبه الدقه 76%، ده بيدلل ان الاهلي كان ماسك الكوره بشكل كبير جدا سواء على الشورت باصز التمريرات القصيره او حتى التمريرات الطوليه. النهارده لعبنا تمريرات طوليه بشكل كبير جدا 49 منهم 25 بشكل صحيح، تصل الدقه ل 51%. الناحيه الثانيه زد لما كنا بنقول في طريقه البيلد اب بتاعتهم يا كابتن ايمن وفي حاله حيازه الكره كان دايما بيلعبوا في الماتشات باصه 2 وبعد كده يلعب الكره الطوليه. النهارده يعني كان نفس الكلام، ولكن الضغط العالي الشرس اللي احنا شفناه من النادي الاهلي وهنستعرضه ببعض الحالات كان لا يمكنهم ان هم يلعبوا حتى الكرات الشورت باسز، فكانوا بيلجأوا اكتر ان هم يلعبوا اللونج باس 50 مره 17 بشكل صحيح، دقه ضعيفه جدا 34%. الكروسات بقى اللي الكابتن بلال اتكلم عليها النهارده وكان مهم تواجد اكتر من راس حربه واثنين رؤوس حربه في او تواجد او يكون في زياده عدديه في منطقه الجزاء، 40 كروس النهارده من النادي الاهلي او عرضيه 12 بشكل صحيح سليم وصلت وتعامل تم التعامل معاها يعني بشكل سليم، الخطوره ما كانتش عاليه ولكن الدقه وصلت ل 30%. الناحيه الثانيه زد 8 عرضيات فقط
منهم 3 بشكل صحيح الدقه 38%. الدريبلينج النهارده المراوغات 15 للنادي الاهلي، 10 بشكل صحيح دقه 67%. الناحيه الثانيه زيد 13، 6 فقط بشكل صحيح الدقه 46%. بس المراوغات دي في اي جزء من الملعب؟ الدريبلينج في اي مكان في الملعب. في اي مكان في الملعب. مظبوط مظبوط. يعني حتى لما نيجي نستعرض الارقام في الدريبلينج بالذات يا كابتن دايما، النهارده افضل لاعب في الدريبلينج اللي عمل محاولات من الدريبلينج نفسها في اثناء حيازه الكره كان عمر كمال. ايوه مظبوط. وشفناه بشكل كبير جدا زي ما حضراتكم شرحتوا بالظبط في الشوط الثاني، زادت ارقام. وعشان كده عندنا مفاجاه هنتكلم عليها بعد ما نخلص الارقام، تصديات حارس حراس المرمى النهارده. حارس مرمى زيد طبعا شال 6 والاهلي 1 فقط زي ما قلنا، ما وصلوش اصلا. يعني خساره الكره النهارده 43 عند زيد، خسر الكره 43 مره في المباراه، الاهلي 29 مره. خساره الكره ملهاش علاقه بالميس باكس يعني عشان برضو نكون واضحين، خساره الكره في حيازه الكره ضم الضغط، خسرنا الكره ضاعت، استرجعها الفريق اللي هو زيد الخصم. كسب الكره النهارده 123 مره للنادي الاهلي، وده اللي احنا بنقول عليه البور ريكفري، ان هو بدا ان هو يستخلص الكره بشكل كبير جدا. زيد 103. الاعتراضات النهارده بقى هنقف عند الرقم الناحيه الثانيه عند زيد، يعني احنا النهارده عند الاعتراضات عند النادي الاهلي 3 اعتراضات مع التاكلينج تقريبا 10 مرات استرجعنا بها الكره، 11 مره تشتيت او ابعاد للكره للنادي الاهلي، وده رقم مش كبير مقارنه بقى الناحيه الثانيه عند زيد. 32 مره بداوا ان هم يخرجوا الكره ويبعدوا الكره من منطقه الجزاء، 32 مره، وده رقم بيدلل الضغط الشرس والقوه والغزاره الهجوميه اللي كان عليها النادي الاهلي. صحيح. افضل ارقام النهارده اعلى سكور بالارقام يعني تخطى ال 8.2 كان عمر كمال. افضل سكور في اللاعبين كلهم النهارده هو عمر كمال. تعالوا نشوف بقى ارقام عمر كمال النهارده، 90 دقيقه عمل ابعاد للكوره 5 مرات، عمل اعتراضات مرتين بشكل صحيح، عمل تاكلينج 2 بشكل صحيح، لمس الكره النهارده 95 مره، وده رقم كبير جدا. دايما بنشوف لمس الكره او التمريرات الكثيره عند السيرد باكات، عند الديفندر او رقم 6 مركز 6. عمر كمان النهارده لا يعني ظهر النهارده بشكل كويس جدا، لمس الكره 95 مره، عمل تمريرات النهارده 51 تمريره منهم 41 بشكل صحيح، وصل لدقه 80%. نستكمل مع بعض التمريرات ده بقى الناحيه كانت الناحيه الهجوميه بقى، شوف بقى المساهمات النهارده، عمل 4 تمريرات مفتاحيه. يعني النهارده عمل تمريرات مفتاحيه كان تشكل منها النهارده فرص كبيره ونحرز منها اهداف، عمل 12 كروس منهم 5 بشكل صحيح وصل دقتهم ل 42%، عمل تمريرات طوليه وساهم فيها 5 منهم 3 بشكل صحيح. التدخلات الثنائيه النهارده بقى وده الرقم من الناحيه الدفاعيه ظهر قوه عمر كمال فيها، تخيل ان هو عمل النهارده 11 تدخل وكسب منهم 9، وده نسبه كبيره جدا. الناحيه الثانيه في الالتحامات الهوائيه 4، عمل كسب منهم 3 بشكل صحيح. المحاولات بقى من الدريبلينج كنت بقول لحضرتك عليها في حاله حيازه الكوره، وان هو ماشي بالكوره كان بيعمل كروسات او بيعمل حتى محاولات، كانت 8 منهم 6 بشكل سليم. صحيح. دي ارقام عمر كمال النهارده، عودته لمركزه الصحيح بتدلل بالارقام ان هو يعني لسه عنده كتير طبعا اكيد عمر كمال، ولكن واضح كده ان هو فعلا لو تمكن من المركز مركزه الصحيح هنشوف ارقام افضل من كده. سريعا بقى كابتن ايمن هنستعرض بعض الحالات اللي بتدلل بقى بتورينا الارقام دي كلها، هقف عند نقطتين من الناحيه الفنيه. الضغط الشرس اللي كان بيعمله النادي الاهلي لاستعاده الكره بسرعه، يعني الكره هنا في حيازه طبعا لعيبه زد، شوف بقى الضغط الشرس من مزدوج من 2 و3 من لعيبه الاهلي عشان نعمل البور ريكفري بشكل سريع جدا. انا اعتقد لو حسبناها بالثواني لا اقل من 12 ثانيه، اقل من 10 ثواني بنستخلص كوره بنبدا ان احنا نرجع. كنت بقول لحضرتك قبل المباراه في خط نقف، بس نقف ثواني نقف عند بقول كنا بنتكلم يا كابتن ايمن قبل المباراه ان مشكله زد هنا في التمركز وعدم رقابه دايما في خط الظهر عندهم، وخاصه ناحيه الشمال في مساحات بشكل كبير جدا، كان ممكن نتلعب الكره دي افضل من كده ونخلق منها فرصه زياده او نشكل خطور. نستعرض برضو حاله تانية بتدلل ان النهارده نفس الكلام، كره في حيازه يعني زيد في حيازه الكره تم قطع كره بسرعه في اسرع ما يمكن اقل من 6 ثواني، بدانا ان احنا نعمل الهجمه المرتده. نفس الكلام، بص نقف بقى نقف هنا ناحيه اليمين وناحيه الشمال يا كابتن ايمن، بص ناحيه الشمال هنا صح، مساحات كبيره جدا. الكره دي بالنسبه بقى لو انا هدلل بالارقام ما اتحسبتش ان هي فرصه،
ليه؟ لان هي ما اتعملتش بالشكل السليم وخسرنا الكره فيها. ولكن هنا الحاجه البوزيتيف او الايجابيه كان ممكن استغلالها افضل من كده، افضل من كده صحيح. لكن الناحيه الايجابيه مظبوط مظبوط يعني، بس نقف الايجابيه هنا في الحاله ديت قبل ما برضه هنعرض حالتين سريعين، هي استعاده الكره والضغط الشرس مظبوط. الاهلي النهارده تفوق فيهم رقميا وحتى فنيا على ارض الملعب. حاله اخيره برضو نبص عليها نفس الكلام، الكره برضو في حيازه، زيد في حيازه الكره، الضغط بقى من النادي الاهلي لاسترجاع الكره. شوف بعد يعني تقريبا على طول هنا تم الضغط يعني وقطعنا الكره بسرعه، هنا على طول بدانا ان احنا نبص. نفس الكلام يا كابتن ايمن، في مساحات وكان ممكن تتلعب افضل من كده. اخر حاله معانا اللي بتدلل برضه على نفس يعني النقطه الفنيه المتكرره، الكره هنا بص نفس الكلام، ضغط شرس يعني، هو المخرج بس اهو قطعنا الكره، كان ممكن نروح ونلعبها بشكل صحيح. ده الضغط العالي الشرس اللي عمله النادي الاهلي النهارده صحيح. يعني اجمالي المباراه يعني مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا قبل الماتش الديربي طبعا امام الزمالك والعوده للمشوار الافريقي. يعني نتمنى ان احنا نكمل بشكل ايجابي ده ونستغل الفرص الكبيره دي يا كابتن ايمن، والف مبروك. شكرا جزيلا باز، شرفتنا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيبين. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار نروح سريعا للزميل محمد توفيق ولقاء مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي. يعني كل سنه وانت طيب في البدايه، هارد لك المباراه النهارده، ولكن يبقى دايما ابناء النادي الاهلي على الوعد دايما. يمكن منافسين جوه الملعب عملتوا مباراه اكثر من رائعه النهارده ومجهود اكثر من رائع، ولكن بعد المباراه بترجعوا تاني اخوات واصحاب وروح اكثر من لاعبينكم والكابتن شوبير. لا طبعا الحمد لله طبعا على الماتش النهارده، ومبروك للنادي الاهلي ده، وكل سنه وانتم طيبين. الاول لا اوفا، لا اوفا يعني مع بعض احنا بقالنا 6 سنين ولا كده، واخويا الصغير، وده من الشخصيات الجميله، والحمد لله هو ماشي بشكل كويس الفتره دي، وبتمنى له التوفيق يا رب دايما في اللي جاي. يعني شفت تعلقه ازاي بقى الفتره الاخيره سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري، وانضمامه كمان لمعسكر المنتخب الاخير؟ لا احنا على طول مع تواصل مع بعض، يعني بنتكلم بعض على طول، وباركت له طبعا، وبعد كل ماتش بكلمه واقول له زي ما انت في المستوى اللي انت فيه وكمل، وان شاء الله. لا هو عشان بني ادم نظيف ومحترم وبيشتغل بس، فهو عشان كده ربنا بيكرمه. يعني جمهور النادي الاهلي النهارده اللي احسن استقبال على لطفي، ودايما يعني جمهور النادي الاهلي ورا ابنائه حتى لو راحوا في انديه ثانيه، دايما بتمنى لهم التوفيق. تقول للجمهور النهارده واستقباله الرائع ليك؟ اه طبعا بشكرهم طبعا على استقبالهم الاكثر من رائع. كمان اتبسطت جدا لما نزلت التسخين والجماهير نادت عليا، فانا بشكرهم جدا طبعا، وبتمنى لهم التوفيق دايما ان شاء الله، وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في افريقيا وفي اللي جاي، ويكونوا على طول في ظهر النادي وساندين النادي، وده العاده بتاع جماهير النادي الاهلي. يعني كابتن علي واحنا كمان بنتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن مصطفى يعني الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره، وطبعا لقائك مع كابتن علي لطفي والكلام الجميل النهارده، يعني تقول له ايه بقى وردك على كلامه الجميل اللي قاله؟ طبعا اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. كابتن علي مش انا اللي هتكلم على كابتن علي لطفي، راجل عمل تاريخ في النادي كبير، ومن قبل حتى ما يجي النادي راجل كان بينضم لمنتخب مصر من نادي انبي. مش انا اللي هتكلم عليه ومش انا اللي هدي له حقه، وادينا شايفين النهارده المستوى كان هيضيع علينا الماتش، بس الحمد لله ربنا ستر في الاخر. لا طبعا هو دي حقيقه، هو على طول على تواصل معايا. يعني طلعت لك الشات بيني وبينه دايما بعد كل قبل كل ماتش يبعت لي بالتوفيق وركز 1 2 3 والنصايح، وبعد كل ماتش يبعت لي يبارك لي، واول واحد من اول الناس اللي بارك لي على انضمامي للمنتخب. وبعد كل ماتش حتى في الماتشات الكويسه، حتى يوم ماتش البنك لما ما كناش موفقين اول واحد لقيته مكلمني، وحتى في ماتشات المنتخب كان بيكلمني لما كنت بطلع بره السكور وما تزعلش. فهي في الاول وفي الاخر هي يعني العلاقه هي اللي بتدوم، وزي ما انت شايف انا للاسف ما شفتوش بقالي كتير، والمفروض كان موعدني 3-4 عزومات وما جابليش حاجه لغايه دلوقتي، فديني مستني على القعده دي. مش قعده ان انا ما شفتوش، انا بظبط معاه عشان اعرف هيعزمني امتى، بس عشان اعرف هيعزمني امتى. بس انا اتشرفت ان انا كنت زميله في يوم من الايام، واتشرفت ان انا لعبت قدامه النهارده. يعني ما كنتش اتوقع ان حاجه زي دي تحصل، ان احنا كنا مع بعض كده ممكن في النادي هو يلعب كبشناوي يلعب انا العب اي حد، لكن دي كانت بالنسبه لي لحظه جديده. بس انا مبسوط ان انا عشت لحظه، ان انا طبعا كنت معاه في النادي وان انا عشت لحظه زي دي، واتمنى نتجمع تاني، واتمنى لعبه كتير تاني، ودايما بتشرف بيه وبصداقته قبل ما هو يكون زميلي في الملعب.
العيد والعيديه، واعتقد العيد بقى مع جمهور النادي الاهلي في الملعب مختلف، والنهارده فوزوا 3 نقط اعتقد افضل اداء تقدمه لجمهور النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، كان بقى لنا فتره اخر مباريتين ما كناش موفقين، ربنا كرمنا النهارده الحمد لله بمكسب صعب قدام نادي محترم ومنظومه محترمه جدا، بنقول لهم هارد لك وبس الحمد لله. تقول لي بقى جمهور النادي الاهلي النهارده احسن استقبالكم كالعاده، وكان واثق فيكم لاخر دقيقه ومستني منكم اكيد اداء ونتيجه كويسه مباراه القمه. انا جمهور النادي الاهلي هو معودنا على كده، احنا على طول بنلعب لاخر لحظه، ممكن اوقات ما تبقاش موفق زي الماتش اللي فات يجي فيه جول في الاخر، واوقات ثانيه اكتر انت اللي بتجيب جول في الاخر، هي الكوره كده دايما ساعات كده وساعات كده، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك والحمد لله. بشكرك واتمنى لك التوفيق، وباذن الله مستنيين بقيه الاداء في ماتش الزمالك ان شاء الله. شكرا كابتن، ده كان لقائنا مع كابتن مصطفى شوبير، كابتن علي لطفي، والروح الجميله اللي دايما ما بين ابناء النادي الاهلي، ويا رب دايما متجمعين في الخير وفي الانتصارات، ويا رب دايما رد اهلي رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. لو اللقطات اللي احنا طلبناها موجوده نقدر ناخدها دلوقتي، لو مش موجوده نتكلم عن المباراه المقابله. ماشي، اديني ملخص سريع، ولو احنا عايزين حاجه معينه نقف عندها ممكن بس نوقف اللعب. ماشي، ده ملخص المباراه. كابتن ماهر وكابتن اسامه طلب كذا لعبه، بس ده ملخص المباراه. طلبت هي المباراه كلها فرص للاهلي. يعني هي كره وحيده اللي هو تسديده على مرمى مصطفى شوبير، وما يعني تعامل معها مصطفى كويس جدا. يعني هم زيد ما لعبوش ال 10 دقايق الاولانيين بس. بالظبط، بس اللي هم دخلوا فيها بقى جوه المباراه مبكرا. وبعد كده فرض النادي الاهلي اسلوبه وسيطرته. الاستحواذ اللي بعد ال 10 دقايق النادي الاهلي سيطر. واضح قوي من الضغط طبعا اللي قدامنا ان النادي الاهلي بخطوطه الثلاثه الدفاع وسط الملعب. دي اول كره يا كابتن، دي كره ودي كره كويسه من كريم الدبيس اللي احنا اتكلمنا عليها من قبل المباراه، وقلنا ان جبهات الشمال واليمين النهارده هيبقى فيه كروسات مؤثره داخل ال 18، عدت كهربا، ودي من ضمن الحاجات الكثافه العدديه اللي كانت موجوده وبانتشار جيد. يعني كهربا عدته، لقيت كمان مين؟ لقيت السوليه المندفع اللي مكمل بالظبط، مكمل في نص الملعب. دي كانت من ضمن الحاجات المؤثرة على زد من بداية المباراة. ده كروس من كوكا كابتن حشيش، بس أو مش كروس، هي كرة طولية ولكن تفتقد الدقة يعني، بس في مساحات يعني. حتى بص مساحات، وبص رد نص ملعب بتاع زد، لا كان في مساحات انك تلعب فيها وتستغل احسن من كده. اللي انا عايز اقوله بقى الاهم من ده، انا عايز اسالكوا سؤال كده يعني، رضا سليم يمين احسن ولا شمال؟ بص بقى، هو اصلا عدلته يمين المفروض يعني، بالتمام. بس هو بيجيد لما بيلعب ناحيه الشمال بالظبط كده. افضل من اليمين. انا عايز اقوله، شفت له ماتشات مكان ناحيه الشمال احسن. مظبوط، من ناحيه اليمين عدلته انا شايف ان هي ناحيه الشمال. النهارده مش موافق يا حشيشو. اي الكره دي، اي الكره دي. نقف في الكره لما عمر كمال حط رجله فيها، يعني الكره دي من البدايه. نرجع بس بعد ما عمر كمال عدى. عمر كمال عدى وكمل ومشي وقف بس هنا. هو دلوقتي كويس لعبها. طبعا ولعبها من فوق جون كويس قوي، جون فاضي مجرد بس مكان هيسندها سنده صغيره. هي صعبه على كهربا ولا سهل؟ سهله طبعا. سهلة. مش صعبه، لا مش صعبه. مش محتاج زير وتبقى يكمل يعني. كهربا لما مؤاخذه يا بلال، بلعب ماتش قدام بلديه المحل. كهربا عملها ولا اجدع مدافع. بقول لك يا كابتن، كنت بلعب ماتش قدام بلديه المحل، سعد حفيظ عدى، لمسه خفيفه تمام. انا طلعت، انت عارف عملت ايه؟ وقفت الكوره، وقفتها بس، جت في رجلك وجت في رجلي واخد الجول، وقفتها بس يعني. بس الجول فاضي، بس الجول فاضي. عارف هو زق هنا، هو عمل كده، عمل كده. انت وانس ان انت بس تحط رجلك بس، كرة هتنط في الجول. والنهارده ايمن هو عملها ولا اجدع مدافع يعني. صح. ده اتعامل معاها كويس، بس كان تسلل. مصطفى شوبير تعمل معاه كويس قوي يا كابتن اسامه. يمكن هي دي اللي جت مثلا، هي والشوطه بتاع الشوط الاولاني على مصطفى. ودي من ضمن الحاجات اللي كانت المباراه كلها. ده اثناء المباراه بصراحه مصطفى بيزيد من مباراه لمباراه في حته الليبرو ورا المدافعين يعني. بيبقى عنده توقع بشكل كبير جدا ويقدر يطلع، وبيلعب برجله كابتن مير كويس، وبيلعب برجله كويس. الكره دي بص نقف عندها، هي دي بتاعت كهربا. بص طاير لعيبه، ممكن تعمل معاه احسن من كده. بص النهارده بقى انا بقول لك ان كان في فقد للكوره وميس باص كتير. مفيش طبعًا. كان في عدم تركيز شويه، على الكوره مش تقل على الكوره. نكمل يعني، لكن
دي برضو هجمة خطر جدا على مرتين ثلاثة يعني اتلعبت تمريرة بينية كهربا قطع فيها كويس، هو شاطها في الزاويه الضيقه علي لطفي اتعامل معاها كويس، ودي تاني كره للسوليه يتواجد فيها داخل ال 18 لكن لما رجعت السوليه لازم تتوجه في الزاويه البعيده، لازم يلف وسطه بقى أيوه. يلف زي وسطه عارف زي انه زي اللي جابها كهربا الماتش اللي فات، عشان قريب الكره صعب عشان المدافع في رجله قوي يعني مش عارف يعني دي جول دي مش محتاجه تقف هو ما توقعش انها تعدي، تحس ان هو ما حس ان هو مش ما توقعش انها تعدي، نرجعها تاني الكره دي نرجعها تاني كابتن بلال ما توقفش، لا طبعا ما توقفش طبعا خالص ما توقفش، خد بالك يا هاند بول جت في ايده كمان خد بالك هي كان لازم وان تاتش على طول طبعا لازم وان تاتش صحيح. انا بقول ما توقعش انها تعدي، خد بالك حتى لو توقفش ما توقفهاش، انت كفورورد لازم تتوقع طبعا 100% وحتى لو وحتى خد بالك لو توقفها ما توقفهاش بفخذ رجلك ببطن رجلي لازم صح، ده لو فكرت ان انا اوقف الكره في ال 18 يعني فاهم قصدي، دي حلوه قوي اتلعبت حلوه قوي دي الحاجات اللي زي دي جول. هقول لك يا كابتن الاسهل الضيقه فاهم قصدي، بقول لك يا بلال الاصعب دي كور ايمن شاوي طب الاصعب دي كور ايمن شاوي عشان الكره اللي فاتت دي تاني معلش بص يا كابتن ماشي بص بص الاسهل في الضيقه بص يا كابتن الاسهل في الضيقه الاسهل في الضيقه مش في البعيده اقرب كمان انت لو في البعيده الجول هيمسكها لان هو اصلا جاي من بعيد قوي فاهم عشان تحط الكره دي في البعيده الزاويه كانت مفتوحه على طبعا الاسهل في دي ايوه صح كانت الزاويه مفتوحه دول بص فين يا كابتن بص انا على طول جوه الجول في الزاويه الضيقه دول مهارتين يا بلال مهمين جدا هاف كروس معمول متقن حلو قوي بضربه راس قوي مع الاسف طاهر ده كروس حلو قوي يمكن عشان المدافع لمس هايل ومش عمر لوحده النهارده كل النهارده عملنا كم كروسات دي الكره اللي اتعمل ما هي دي التسديده الوحيده اللي اتشاطت على مصطفى النهارده اتعمل معاها بشكل جيد جدا صحيح لا الاداء الهجوم النهارده جيد الحقيقه بس الفينش الفينش هو اللي كان الفينش محتاج ماشي يعني ماشي مش عايزين نروح لمرحله ان انت ايه هنندم على الفرص مش عايزين نروح للحته دي صحيح فاهم قصدي النهارده جول النهارده جول جاي في الدقيقه كام 88 يعني جول جاي في الدقيقه 88 متاخر شويه مع ان انت مهيمن ومسيطر وواصل للجول وعامل فرص محققه مديه 10 فرص ادي كوره حلوه اتعامل معاها حلو التعامل معها جيد جدا جدا الكروس جداً. كمان حلو بعدين ايضا عايز اقول حاجه ان المباراه دي شملت جميع المهارات اللي ممكن تتخيلها أيوة كروس اتعمل صح ضربه راس كانت موجوده تصويبه على المرمى واحد ضد واحد صحيح. حتى عبد القادر لما اسامه قال نزل سحب الفرقه سحب صحيح. الفرقه انا عجبني كمان مروان ان ابتدى يتعود انه يصوب من بره طيب كابتن ماهر سريعا قبل ما نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر مباراه الزمالك ليها استعدادات خاصه لانها مباراه ديربي احنا بنعتبرها دايما مباراه بطوله بس مش هنلحق بصراحه استعدادات خاصه لكن يعني كل 3 ايام النهارده مباراه وبعدين هتبقى الامور فالنهارده طول عمر مباراه الاهلي والزمالك قمة ديربي بين الفرقتين واحنا بنعتبرها عيد للكرة المصرية الناس بتتمتع بالقطبين القطبين بيعتبروا أكبر قطبين موجودين في العالم العربي والعالم الأفريقي معظم قوام المنتخب بيبقى من خلال الفرقتين التوأمة اللي بيننا وبين نادي الزمالك خلال الفترة من مجلس الإدارة الفترة اللي فاتت بين الأهلي والزمالك وزارة الكابتن محمود الخطيب يعني عملت نوع من الحب ورجوع الأخوة والمحبة مرة تانية للفرقتين لكن نتمنى بقى القمة دي ان احنا نتفرج فيها على كرة جميلة واللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك لا والنتيجة تبقى لصالح النادي الاهلي والنادي الاهلي مبروك ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله كابتن حشيش بص هي الميزة في ماتشات الزمالك ان هي انت مش محتاج انك تحفز اللعيب دي مباراة قمة سواء جت بقى في وسط دوري بعد افريقيا قبل افريقيا هي ماتشات اللعيبه كلها مقدره طبعا المنافسه واهميه المباراه لان دي بطوله في حد ذاتها فكل اللعيبه حتى مش محتاج كلام هو بيركز لوحده بيحفز نفسه بيبقى عايز كله طبعا بيحب ان هو يبقى مشارك في المباراه ويؤدي بكل قوه يعني صحيح. ونتمنى ان شاء الله مباراه كويسه قبل ما نروح يكسب يعني باذن الله قبل ما نروح لكابتن اسامه كابتن ماهر لو اخترنا رجل مباراه اليوم وسام سوري اسف عمر كمان عمر كابتن عمر كابتن اسامه انا الصراحه اسمعني لا استنى
استنى لحظه اقول مش معنى طب ماشي هتقول انا اصل هيقول لي ثلاث اربع لعيبه لا لا بالعكس طب ماشي. انا كنت بالنسبه لي النهارده هعجب ما كانش عاجبني ان حد ياخد رجمه ولا عمر كمان ولكن انا لسه هقول لك اهو ولكن عمر في مجموع الماتش لان هو في الشوط الاولاني كان في لخبطه منه كبيره يعني لكن في مجموع الماتش هو يعتبر كويس. افضل واحد عمر معنى تالق بعض اللاعبين النهارده ومنهم عمر كمان هل هذا يعني وجودهم الماتش اللي جاي قدام الزمالك لا مش شرط بس مش هو شرط. في بس ماشي. في حاجه واحد زي عمر كمال عادي جدا انا بقول لك 90% لو هاني هيلعب يمين عمر كمال هيلعب باك شمال لو عمر لو علي معلول مش ما احنا مصار. شفنا تالقه في عدلته مكانه كظهير ايمن معلش بس انا لما اجي في ماتش مهم زي الزمالك ولو هاني رجع ولعب هيودي عمر كمال ناحيه الباك الشمال على اساس خبرته اكبر من ممكن يا كابتن ممكن خبرات اكتر شويه ممكن خد بالك ممكن يعني ممكن يعني لو علي معلول ما رجعش مش ممكن ما يديش كريم الدبيس مباراه الزمالك هتبقى يعني وعصبيه وصعبه شويه انما ممكن يدي العمر ناحيه الشمال لكن بالرغم انه تالق ناحيه اليمين النهارده بس عايز اقول لك على حاجه وجهه نظري الشخصيه كان زمان بيعملها مانويل جوزيه كان بيلعب بسنتر باك ناحيه الشمال ومش مهم انك تهاجم بالباك الليفت اللي بيعملها كتير مع احمد السيد ويبقى عندك جبهه بتهاجم بالرايت باك وبالوينج بتاعها مظبوط قصدي وتقفل الجيم بشكل يعني الجزء اللي ورا وجهه نظر برده فاهم قصدي وجهه نظر تحترم يعني فاهم ورجل المباراه يا عمر كمان عمر. وبعدين في نقطة خلي بالك مش معنى ان واحد لعب وتألق في مكان ما هو برضو الاساسي بتاعه افرد اساسا كويس وانا ريحته فممكن صحيح طيب رحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس منورنا كابتن ناصر تحياتي ليك كابتن ايمن تحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي تحياتي نجوم كبار كابتن ماهر همام كابتن حشيش كابتن اسامة عرابي وكابتن احمد بلال مبروك للنادي الاهلي كابتن مبروك كابتن كابتن ايمن قبل الماتش اتكلمنا كابتن بلال مع كابتن ايمن على امين عمر كل كلمه اتقالت على امين عمر كابتن ايمن وان احنا كنا بنتكلم على امين كحكم اللي قلناه قبل المباراه هو ده اللي حصل في المباراه وقلنا ان امين عمر قادر ان هو يعدي مباراه صعبه تحكيميا ونشوف الحالات وقلت لك كمان سمير جمال الحكم المساعد قلت لك حكم موهوب ومتميز بامانه النهارده طاقم التحكيم كله كان كويس يا كابتن اسامه خاصه حكم المباراه والحكم المساعد الاول اول حاله معانا عشان الوقت كابتن ايمن هنتكلم على الهدف اللي تم الغاء ونوضح ليه الهدف تم الغاء هنا الكره عبد القادر وعبد القادر بيسجل هدف حكم مساعد هنا على طول اشار على تسلل لاسامه طيب هل عبد القادر كان في تسلل لا بالظبط كده بس هنا بنقول اللاعب في موقف تسلل يا كابتن اسامه واحده بس واحده هنا بس خلاص هنا كهرباء في جزء من الجسم سابق كابتن اسامه لحظه لعب الكره من زميله وهنا لو وقف كهرباء ما عملش اي حاجه يا حشيش لو وقف خالص صحيح لو وقف خالص لما يتدخل مع المنافس كان الكره دي كانت ممكن تبقى هدف ولكن هنا كهرباء تدخل مع اللاعب اللي هو اللي قدامه تنافس مع اللاعب وبالتالي هنا تسلل كان على كهرباء في هذه الحاله سمير جمال اشار على التسلل وتقنيه الفار جابت الخطوط وضحت لنا الهدف تسلل هنا نشوف هنا جزء وهنا اللاعب اللي هو اقرب لاعب من المدافعين واقف اهو على الخط اللي هو ناحيتنا وهنا كهربا كان في موقف تسلل طبعا قرار صحيح شيش من المساعد صح. برافو سمير جمال وبرافو تقنيه الفار الحاله بعد كده هنا مودستي بتستلم تحت ضغط المدافع وهنا موقفه سليم يا جبلال نشوف هنا لحظه الاستلام هنلاقي هنا لاعب من المدافعين هنا المغطي اذا هنا كان موقفه سليم في البدايه وبالتالي هنا الهدف هدف سليم لوسام ابو علي وهنا تميز الحكم المساعد ايضا ما فيش فيه تسلل دول حالتين مهمين جدا كابتن اهم حالتين في المباراه هروح لامين عمر كابتن ماهر كابتن اسامه كل اختبارات الصندوق نجح فيها ليه في تركيز في توقع في تواجد في الحدث مركز جدا امين عمر النهارده هنشوف بقى الحالات اللي جايه هنا هدف سليم هدف وسام هدف سليم واسيست من موديست رائع جدا شوف هنا حاجه مهمه قوي يمكن انا بقول الامير هو هنا بيجيب رامي بيقول له تعالى رامي عشان خاطر يعني ايه رامي بيعترض على المخالفه وهنا امير عمر بيجيب اللاعب ونقول لعبه ممكن نعديها ونتكلم على طول ونلعب ونستأنف في اللعب مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير يا كابتن ايمن بس نقول لك تعالى اللاعب طب اللاعب ما جالكش طب اللاعب يا كابتن ماهر انت قلت له تعالى وما جاش الوضع ايه
ولكن انا بنقول هنا نحذر ونستأنف اللعب افضل. نشوف هنا اللعبه دي مهمه جدا، نشوف هنا اللعبه اللي جايه ديت، وهل في مخالفه ولا مفيش مخالفه، وهل في تسلل ولا مفيش تسلل. نشوف هنا اللاعب هنا كابتن اسامه السيد حكم مساعد رقم 2. شوف هنا استلام كهربا، هنا اللاعب اللي ناحيتنا رقم 8 هنا مغطى بلال، وهنا التمركز للحكم المساعد اسامه السيد، تمركز هايل جدا جدا، وحاله من الحالات المهمه اللي هي حاله تسلل عند المساعد اسامه السيد. اللي بعد كده نشوف هنا حاله جايه مهمه جدا جدا، نشوف امين عمر جه فين. هنا امين عمر قريب جدا 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 كابتن بلال، وخد القرار ان هنا مفيش مخالفه. هنرجع للحاله ونشوف هل في مخالفه ضد طاهر من المدافع زد. نشوف هنا تنافس عادي، مفيش فيه اي حاجه خالص يا كابتن، وهنا السكوت. انا شايف ان استمرار اللعب كان قرار صحيح لحكم، لا توجد مخالفه، وبالتالي هنا حتى اللاعب جدا. انا قلت لك النهارده كابتن ماهر بص، عندما يكون الحكم في تمركز جيد يا كابتن حشيش صحيح. تعرف ان القرار بنسبه 90% هيبقى بزرق. قرار صح. في لقطه صحيح. بس وحيده انا كنت عايز اتكلم فيها. طب. هو تقريبا تحركاته كلها هايل بس في كوره خبطت في الكابتن امين عمر وظهره هو كان صح. ليه بقى؟ ما انا كنت عايز اسال بس بص، هو وقفته صح كده؟ هو صح ليه؟ هو الـ هنا في التحضير يا كابتن بلال كابتن حشيش، الحكم بياخد سبرنت عشان خاطر الكره بتتلعب في التلت الهجومي. ايوه هو واخد تحركه صح بالظبط، الكره بقى هي اللي راحت، ده الكره رايحه فيه لان هو كان ماشي صح. دي التحركات بنقولها للحكام يا كابتن ايمن. طبعا هايل انت في السؤال ده، مهم جدا عشان خاطر حتى الناس اللي بتتفرج تعرف ان الحكم ما كانش مخطئ في هذه الحاله. نروح بعد كده الحاله اللي جايه ونشوف نفس الحاله هنا كابتن. هنا نشوف هنا عمر كمال وسكوت. هو فين؟ اقف بس، نقف 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 نقف، يلا نمشي نمشي. هات لي الزاويه الثانيه اللي هي الامين عمر بيتكلم على التمركز، معلش سامحني. ونشوف هنا هو بص كده عمل سبرنت ازاي حشيش، شايف راح وصل فين بالزبط. عشان يفتح نفسه زاويه عشان يروح في المكان. هو ده الحكم الشاطر يا كابتن ايمن، هو ده الحكم الشاطر. جه فين؟ بينه وبين الكره تقريبا 6 7 يارده، قال العب ومفيش مخالفه، وفعلا كان قراره صحيح مفيش مخالفه، واستمر اللعب كان قرار صحيح من الحكم امين عمر. دي اختبارات الصندوق اللي احنا بنتكلم فيها، نجح فيها تماما يا بلال هذا الحكم المتميز النهارده بامانه في هذه المباراه. الحاله بعد كده هو نشوف هنا على طول لم يتردد تماما، المخالفه موجوده، وهنا بيدي انذار ليه؟ هنا نشوف احنا هنا لاعب النادي الاهلي عدى وهيعمل هجمه او هيعمل حاجه، هنا في تهور موجود وفي تعطيل هجوم واعد، البطاقه مستحقه وانذار صحيح. هنا لم يتردد بصراحه النهارده، كان قراراته كلها كانت نموذجيه امين عمر فازع. هنا برضك شوف الحاله، ورغم ان الايد رايحه في الوش مستخبيه حشيش صحيح، شوف انها الايد رايحه في وش اللاعب الاهلي مستخبيه، لكن هو نتيجه التركيز شايف ان تستحق مخالفه والمخالفه قريب. انت معايا يا اسامه؟ قرار صحيح. شوف هنا الايد في الوش ازاي، هنا مفيش كلام خلاص، دي فيها انذار يا كابتن بلال. هنا اشهر البطاقه الصفراء في بطاقه مستحقه للاعب. الحالة اللي جايه هنا بعد كده نشوف هنا هل في مخالفه لمس الكره بيد، عشان كده بنتكلم في انه ايه نجح تماما في اختبارات الصندوق. هرجع تاني كده، هنا الايد يا كابتن مضمومه كابتن بلال صح. شوف هنا الايد مضمومه في الجسم، اولا مش عامله حيز في الجسم، مش طالعه من الجسم، وبالتالي هنا خلى القرار يتواصل. يعني النهارده امين عمر ما احتاجش للفار في اي حاجه يا كابتن. هنا لاعب الكره بتصطدم في ايديه اللي هي في وضع طبيعي، وبالتالي هنا كان قرار سليم مفيش مخالفه لمس الكره. هنا في شاد، خلاص الشاد احنا عرفناه، يبقى ده معيار الحكم. اي حاجه تيجي بهذا الشكل يا كابتن ايمن يبقى فيها انذار. هنا على طول انذار لم يتردد، قرارات سريعه وحاسمه وموفقه من الحكم. ونشوف هنا القرار مستحق هنا بالشد، والشد موجود والقرار كان قرار صحيح. بشكل عام اللي احنا قلناه قبل المباراه، ودي كانت رؤيتنا الحمد لله في طاقم التحكيم، قدم مباراه كويسه يا كابتن ايمن. يعني نتمنى امتياز كابتن عمر، انا شايف امتياز كابتن بلال النهارده. اختبارات الصندوق ثلاث حالات داخل الصندوق لم يلجا الى الفار، خد قراراته بنفسه، وبالتالي كمان الحكم مساعد سمير جمال النهارده كان هايل. وفي نفس الوقت يا كابتن بنشكر الفار بقى كمان. انا ما اتكلم الفار، والفار النهارده كمان جاب لنا الخطوط واضحه كابتن ايمن. تسلل واضح، تسلل وكهرباء كان فوق التسلل. بشكل عام طاقم التحكيم بالكامل زي ما قلنا قبل المباراه هم ادوا مباراه طيبه، اتمنى هذا الاداء التحكيمي يكون في المباراه اللي جايه كابتن اسامه يوم الاثنين، يكون في تحكيم كويس والمباراه تعدي بشكل كويس. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب. شكرك يا كابتن. بنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي وزد في الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والجوله المؤجله من الجوله الثامنه المؤجله مباريات الدوري العام، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 عن جداره
واستحقاق. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق مباراه الزمالك القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن ماهر همام، شكرا يا كابتن، شرفتني. شكرا حبيبي، شكرا كابتن اسامة عرابي، شكرا يا كابتن. شكرا ايمن، وبالتوفيق الماتش الجاي، واتمنى ان شاء الله اصابه مروان عطيه تبقى خفيفه لانه مهم جدا. نتمنى نتمنى ان شاء الله. كابتن محمد حشيش، شكرا يا كابتن، شرفتني. شكرا يا ايمن، والف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق حياتي.